الفتوة عمل عظيم، المسلسل فعلا سوبر هيرو الموسم الرمضاني. مسلسل الفتوة يستحق التصفيق، شابو لكل فريق العمل. دي كانت بعض آراء المتابعين لمسلسل الفتوة، واللي أجمع الكل على تميزه سواء جماهير أو نقاد. حتى الصحف والمواقع المهتمة بالفن كان تناولها للمسلسل دليل واضح على تفوقه. مسلسل الفتوة اللي بترجع أحداثه بينا لمئة سنة عدت، وبيتقدم في شكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي. تصدر منذ بداية عرضه الترند الأول على موقع التدوينات القصيرة تويتر، لدرجة أن بعض المشاهدين اعتبروه أنه أحسن مسلسل في دراما رمضان 2020. لم يتوقف تصدر مسلسل الفتوة عند موقع تويتر فقط، كمان احتل المركز الأول في القائمة الأكثر بحثاً على موقع جوجل بآلاف مرات البحث عن الحلقات السابقة، وعلى موقع يوتيوب تصدر الفتوة قائمة أعلى المشاهدات. أما بالنسبة لآراء النقاد فاعتبروا أن الفتوة مسلسل جدير بالمشاهدة لما فيه من جهد واجتهاد من كل عناصره، من ملابس وديكورات ومصطلحات وأمثال وجمل مستخدمة، بالإضافة لطبيعة المشاهد نفسها. واعتبرت الناقدة علا الشافعي أن الفتوة بيمثل امتداد لإبداعات الأديب الكبير نجيب محفوظ في رواية الحرافيش، واللي أصبحت من أيقونات تاريخ الأدب المصري والعالمي. الحقيقة مسلسل الفتوة مش محتاج مقدمة ولا كلام كتير، لأن مسلسل بيتكلم عن نفسه، حاجة كده حاجة محترمة، مسلسل متعوب فيه، متكلف زي ما بتقال. الحقيقة النهاردة احنا قلنا لازم نحتفل بأبطال ونجوم مسلسل الفتوة. هيجي في الذهن على طول أبطال ونجوم المسلسل، يعني التمثيل والأداء. طبعا دي حكاية تانية وهيكون ليها وقتها وهنتكلم فيها، لكن البطولة الحقيقية في المسلسل دي لو جاز التعبير، أو المسلسل ده لو جاز التعبير، هو الحرفية، الصنعة، الصورة، الحكاية، كل حاجة، كل حاجة تدخلك فعلا في أجواء مسلسل الفتوة، في أجواء المرحلة أو الحقبة الزمنية دي من تاريخ مصر. هنتكلم عن كل التفاصيل ونشوف سر نجاح مسلسل الفتوة، وإزاي الناس اشتغلت عشان تطلع العمل بهذا الشكل اللي الحقيقة كمشاهدة خلينا أقول حسينا إن احنا قدام عمل يشرف، دراما تلفزيونية واقعية وحقيقية وقريبة، وجمعت البيت المصري. أبطال مسلسل الفتوة، الصورة الحلوة والإخراج والتأليف والديكور، كل ده هنتكلم فيه في أول فقرة من سهرتنا الليلة. معانا النهاردة ومشرفنا طبعا المخرج الكبير أستاذ حسين المنباوي. أهلا وسهلا بيك. أول عايز لكم كلكم جميعا ألف مبروك طبعا على المسلسل، كل سنة وانتم طيبين. والمؤلف أستاذ هاني سرحان، أهلا وسهلا بحضرتك. ومدير التصوير أستاذ إسلام عبد السميع، أهلا وسهلا بيك. ومهندس الديكور أستاذ أحمد عباس، أهلا وسهلا بحضرتك. مشرفين جميعا وكل سنه وانتم طيبين. طيب حسين، عايز ابتدي معاك. المخرج، المخرج دايما بيبقى الكورنر الاساسي اللي بيتضفر عليه بقيه الشغل في السات نفسه، في وقت التصوير. بس انا عايز ارجع معاك خطوه لورا، قبل ما نزلت اللوكيشن وقبل المعاينه، الفكره بتاعت المسلسل ابتدت ازاي؟ يعني انت وحسين اتكلمتوا احنا عايزين نعمل مسلسل زي ده، ولا حد جاب لك الورق وقال لك ايه رايك في المسلسل ده؟ هو لا، ابتدت من عند هاني. يعني احنا كنا عاملين مسلسل مع بعض السنة اللي فاتت، وخدنا وقت كده نفكر ايه اللي ممكن يتعمل. هو كان عنده موضوع اوريدي. انتوا تريو شغالين مع بعض من السنة اللي فاتت، هو كان عنده موضوع اوريدي، وهو اللي اقترح فكرة. إن يعني هاني هو صاحب الفكرة في الاول. هاني هو صاحب الفكرة. اشتغلنا بعد كده بقى على اللي هو عامله، بس هو البيز كله بصراحه بدي من عند هاني. يعني هاني اللي طيب الفكر بصلك الكوره. بصلك الكوره. بص، انا من زمان وانا بحب عالم الفتوات جدا، والفتره الزمنيه دي في تاريخ مصر، وكان نفسي اشتغل عليها تاني، لان كنت حاسس ان الباب بتاعه ما اتقفلش. يعني ينفع ان احنا نعيد صياغته بشكل تاني، بحدوته تانيه، ونكمل على اللي عمله استاذ نجيب محفوظ في الروايه بتاعت الحرافيش. فمن هنا كانت جايه فكره المسلسل والحواديت بتاعته. فلما خلصنا لمس اكتاف عرضت على استاذ حسين على طول الدراما بتاعت المسلسل، الفكره بتاعت المسلسل، وبدانا اشتغلنا عليه. طب هنقل الحوار لاستاذ حسين.
لما تعرضت الفكرة، يعني قصة الفتوات أو مصر زمان تتعمل في أفلام في سينما، اتعودنا على كده، لكن تدخل في عمل تلفزيوني ده برضو تبقى مغامر. يعني مش عارفة حسبتها، قلقت من الموضوع الأول. أنا كنت هعمل ده، كان عندي أنا مشروع فيلم عشان كده مهني قال لي أنا حبيت الموضوع على طول. أنا كنت أرادي عايز أعمل ده فيلم من 3-4-5 سنين بس يمكن تكاليف الديكورات واللبس والكلام ده كله على فيلم كان خلاه صعب انه يتعمل. يعني حاولت فيه اكتر من مرة ما تعملش، فما لقيت هاني جايبهولي في شكل مسلسل، لا ساعتها بينفع في المسلسل. مسلسل قصدي ميزانيته شوية بتبقى اوسع من الفيلم، او عندنا عشان 30 حلقة يعني عارفين، غير ما تعملي كل التكاليف دي على فيلم واحد. وانا لما قلت في الاول المسلسل متكلف او مدفوع، يعني واخد حقه، قصة فلوس بس، ولا ازاي توظف الفلوس، ولا العناصر بتاعة العمل اللي هي متكلفة ومتعوب فيها زي ما بيقول؟ بصي اقولك على حاجة، هي مبدئيا طبعا انتاج وفلوس دي شيء اساسي. تاني حاجة الوقت، احنا برضو خدنا وقت كويس جدا، نقرأ كويس ونذاكر كويس ونديزاين، عدنا شهور انا باشمهندس احمد واستاذ اسلام ونرسم سكتشات ونروح نعين مره ونبني اللوكيشن ده، اتبنى على ايدينا كده. ويعني مش عارف، يعني مش مجرد روحنا عيناه الله حلو عايزين نصور، لا ده خد 3-4 شهور شغل، وكل اسبوع تقريبا كنا بنروح مره في الاسبوع يعني نتقابل تعالى كورنر ده نعمل فيه كذا، شويه حسينا انه محتاجين نزود الحياه شويه، طب تعالى نحط شجر، طب تعالى عايزين نزود الحياة اكتر، طب تعالى نحط مكان للحيوانات. يعني قصدي ده اتبنى واحدة واحدة، فالوقت برضو الوقت ساعدنا، يعني مش بس فلوس، خدنا وقتنا بصراحة عشان يطلع الموضوع عامل كده الحمد لله، وعشان كده يعني اتصدق ونجح. طلع بشكل اللي احنا اللي الناس كانت بتتكلم عليه في السوشيال ميديا، ودي نقطة هنتكلم فيها. بس هاني عايز اروح غصب عن اي بني ادم في مصر، لازم الناس هتكون حاطة المسلسل في مقارنة مع الحاجات اللي ممكن تكون ناقشت نفس الفكرة، الفتوانة وقاهرة الفاطمية او الجمالية والحسينية وابواب القاهرة. فكرة ان انت تخلق عالم وتدفره التطفيرة دي، احنا تعودنا في مصر مثلا الاستاذ نجيب محفوظ كان بيكتب القصه، وعشان تتعمل صوره كان بيجي الاستاذ محسن زايد يعمل سيناريو وحوار، عشان القصه فيها خطوط عريضه ولاينات كتيره جدا وعائلات، ويعني موضوع كبير جدا ان انت تبقى بتالف وبتكتب سيناريو وحوار لكل الخطوط وكل العائلات والافراد اللي بيتشابكوا، ده كان لود اكيد ما كانش سهل طبعا يعني. بس هو في النهايه احنا اشتغلنا على الحكايه كتير بصراحه. يعني انا يعني زي ما استاذ حسين كان بيقول، احنا كان معانا وقت كويس ان احنا نكتب وان انا اشتغل على الحدوته كويس وعلى الكاركترز كويس وعلى السيناريو والحوار، فالحمد لله يعني انها طلعت. يعني ما خفتش من المقارنه؟ ده السؤال اللي انت اكيد متوقع وانت جاي انه انا بساله كتير جدا. اصل انت حتى كمان مسميه الفتوه، يعني اسم كان اوريدي موجود. بس هو الفيلم بتاع الفتوه بتاع استاذ فريد شوقي مالوش، يعني وقتها ما كانش له علاقه بالفتوانه، هو كان بيتكلم عن حاجه تانية خالص. فهو الفتوه كان اكتر اسم ملائم على الدراما بتاعتنا والمسلسل بتاعنا. ما خفتش عشان كان في فيلم اسمه الفتوه؟ لا فريد شوقي طبعا ما خفتش، لان انا كنت عارف كويس ان اي حد لما يتفرج على المسلسل هيعرف ان هو مالوش علاقه بالدراما اللي اتعملت قبل كده في زمن الفتوات، لان احنا بعدنا على حد يعني على قد ما نقدر عن الدراما اللي اتعملت قبل كده. طيب لو حد قال قدامك المسلسل ده تحديدا ممكن يكون فيه نقط تماس مع الحرافيش او السيره العاشوريه اللي اتعملت مسلسل، وكان طبعا بطوله الفنان الراحل نور الشريف. بص، هو الاختلاف الجوهري اللي ما بين المسلسل الفتوه وبين الحرافيش او بين اي عمل اتعمل عن الفتوات، ان العمل مش قايم على الفتوانه. العمل بتاعنا بيحكي حواديت كتير جدا وشخصيات كتير جدا، مش الصراع الرئيسي بتاعها هو مين اللي هيبقى الفتوة، بعكس كل الاعمال اللي اتعملت قبل كده ممكن اللي ليها علاقه بالفتوات. فده جوهر الاختلاف. لو في نقط تماس ما بين اي حاجه قديمه والفتوة، فده ممكن وارد بحكم ان انا يعني في النهايه الحرافيش وكل الاعمال اللي اتكلمت عن الفتوات، يعني
انا بحبها وعارفها، كلنا مصريين وكلنا اتربينا عليها بالظبط. فممكن يكون في نقط تميز حصلت يعني ولا وعي المشاهد هو اللي بيخليه عشان شاف ده قبل كده فبيقارن غصب عنه من غير ما يدرك ان هو بيحط مقارنه مش ممكن يكون وعي طبعا، ممكن يكون وعي المشاهد طبعا اللي بيعمل كده، وممكن يكون بدون قصد مننا بحكم ان احنا متربيين على الحاجات دي حصل تماس في اي حاجه من الحاجات القديمه والمسلسل. طيب مؤلف المسلسل عمل حدوته حلوه بس التنفيذ يقع على عاتق بقى الجميع طبعًا. انه يطلع لك الشغل زي ما كان في دماغك. لما اروح لجانب التصوير، مدير التصوير استاذ اسلام عبد السميع، قول لي ايه اللي كان في الصوره، ايه اللي كان في الصوره مختلف يعني كاضاءه كالوان، يعني حسيت انها حاجه كانك زمان، عملت ايه؟ يعني هي دي النقطه اللي احنا حاولنا نوصل لها، ازاي نشوف كل بقى التفاصيل دي من فكره، من ديكور، من شخصيات، من احداث، هنشوفها ازاي؟ يعني هل طب ما اسهل حاجه، طب ما تعالى نشوفها ابيض واسود. زي ما الريفرنس بتاع البني ادم ان هو دايما عارف ان حاجات زمان يبقى ابيض واسود، القديم ابيض واسود. فنوصل بقى للشكل ده، لا هو تضافر كل كل التفاصيل بقى بتاعتنا من ديكور، اكسسوارات، الفريم، الكومبوزيشن. هو في تكنيك يعني جديد في الموضوع، يعني تقنيه او حاجه جديده في موضوع التصوير او في الاسلوب اللي لا الاستقل. هو تركيب لا يعني جديد، لا احنا بنصور كل سنه يعني كل سنه نفس التفاصيل بتاعت نفس الكاميرات، نفس معدات الاضاءه، نفس كل حاجه، نفس حتى البوست برودكشن يعني هو. طب اللعبه كانت في ايه؟ والله مفيش لعبه، هي الفكره ان احنا فكرنا ازاي بنينا الشكل النهائي ده. يعني هو فعلا زي كلام استاذ حسين ان احنا ده مش وليد لحظه تعالى نعمل الموضوع بالشكل ده. هو لا، ده هو تراكم تفاصيل بنبنيها فوق بعض. من اول ما قلنا طب تعالى نعمل شكل الديكور باللاي اوت ده، واستاذ احمد عباس قال طب التفاصيل بتاعتنا نحطها هنا، الحاره دي نفسها المين لوكيشن ده مبنيه على مدار الشمس، يعني احنا الغروب في الاتجاه ده، الشروق في الاتجاه ده، فمسكنا الحاره دي عوجناها كده، خلينا الباب بتاعها قصاد الشروق، وعمق الحاره ناحيه الغروب. هو يعني هي زي الهندسه يعني، فكل شيء تراكم تفاصيل بنبنيها فوق بعض عشان نوصل في الاخر لنتيجه. ما احنا بنشوف حاجات اللي هي ميكس بين الواقعي وبين الجرافيكس، يعني برضو المزج اللي حصل ده برضو اكيد كانت تبقى حاجه صعبه او مخاطره، انه ما تبقاش تبقى حاجه الصوره تريح العين في الاخر، ما يبقاش الناس حاسه ان في فصل ما بين الديكور وما بين اللي هي الحاجات الجرافيكس اللي استعنتوا بيها. طيب هو عامه يعني احنا لو قلنا عندنا ثلاث تفاصيل اللي هي اللوكيشنز المبنيه كديكور، اللوكيشنز الحقيقيه اللي في اماكن اثريه، تمام، السيتي اكستنشن اللي هو الجزء الجرافيكس، فنسبه ده من العمل كله لا احنا الديكور المبني بايد الارتست البرودكشن ديزاينر هو 85% 85% 85%. انا اسف، فاكره حاجات كتير قوي اللي فاكره كل الناس دي واقفه على كروما او حاجه كده، عملت بوست حاجات اكتر حاجات موجوده يعني. طب بريت توضح لنا في شغل جرافيكس عندنا حاجات جرافيكس بس في حاجات مبنيه لا ده نسبه قليله يعني، ناس الجرافيكس تيم يعني عاملين شغل هايل وكل حاجه، بس هي نسبه قليله قوي، هي الحاجات دي اصلا ديكور يعني الباشمهندس اللي عاملها، بلس ان في بقى اللوكيشنز في مصر الجوامع القديمه والبيوت القديمه يعني انا قبل ما اخش البروجكت ده كنت مرعوب هنعمل ازاي، هرجع انا ازاي سنه 1850 دي وهتبان ازاي، لا ده انا لقيت كميه حاجات خطيره يعني. الحمام البلدي ده هو موجود في شارع المعز، حمام بلدي مجنن، كل حقيقي دخلنا بس عملناه ظبطناه وعملنا له بروبنج مظبوط وكده، لا بس احنا عندنا الجمال يعني انا بعد التاريخ ده. بعد البروجكت ده لا هبتدي اسخن على حاجات كتير يعني، قصدي هي موجوده اوريدي. بتفكر تعمل جزء تاني طيب؟ لا لا ما ليه لا كده صريحه على طول لا قطعت بقى لا هقول لك ليه، هقول لك حاجه ليها علاقه بان يعني لو الـ 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 المشروع ده طلعت فيه حاجات حلوه كده انت بتبقى خلصت ده خلاص يعني، ممكن تبتدي تفكر بقى في حاجات تانية وعايز تعمل صوره تانية يعني مش هتاخد حتى لو نجح مش هتقعد تستثمر النجاح ده كتير، خلاص هو حاجه طلعت منك وخلصت والناس شافتها وخلاص يا يعني. بس قصدي لا هو فتح لي في دماغي فكره ان لا ممكن اعمل ازمنه تانية، ممكن اعمل حاجه فرعوني، ممكن يعني انا كنت متخيل الموضوع هيبقى صعب جدا، بالعكس
يعني خد شغله وبتاع بس كان ممتع وكان لذيذ. بس عارف انت قلت حاجه مهمه قوي، المعالم الاثريه والحاجات الحلوه اللي في بلدنا اللي كتير مننا ما يعرفش عنها حاجه، ومن باب اولى اكيد اللي بره ما يعرفش. فلما بنقول الدراما هي سفرنا بتبين لك ايه اللي عندك، بتتكلم على سياحه، بتتكلم على حضارتك، بتتكلم على تاريخك، ودي اظن كانت حاجه يعني فاقدينها كتير. طبعا طبعا. انا عايز بس اروح قبل ما نروح للديكور، عايز اسال على حاجه تفصيله صغيره في التصوير في نقطتين. فكره الحركه بتاعت الكاميرا الموشن قليل قوي في المسلسل، لما كانت تبقى فيه كادرات فيكس الكاميرا دايما بتتحرك، وكان في وان شوتس لونج تيكرز يعني الناس بتتحرك، المجاميع بتتحرك، وكمان فكره تظبيط الاضاءه مع الكالرز بعد كده. انتوا كان في مشاهد يعني مثلا بيت الفتوه صابر، انت منور في ظهر الديكور كانه شمس، ازاي مسنك الحاجات دي مع الكالرست اللي هيلون بعد كده عشان يدي الكاست اللي انت اللي طلع بيه المسلسل في الاخر؟ طيب احنا لو بس نتكلم على الالوان بشكل عام، هي الالوان برضو وليده التيم ورك، يعني هي الوان الملابس، هي الوان الديكور، هي اختيارنا ان احنا ما يبقاش عندنا لون اود عن الفتره از لوجيك، انه احنا تاريخيا هل ما كانش في الوان فسفوري مثلا، ما ينفعش حد يلبس حاجه ليها ساتوريشن ما كانش موجود في العصر ده. نفس الحكايه في البروبس بشكل كامل، ايرث كولرز، يعني فاحنا عندنا باليت بنشتغل عليها وهي دي اللي خرجت في الاخر. سي بي اكتر؟ لا يعني هو الالوان اللي كانت مستخدمه في الفتره يعني. وبناء عليه كمان الدراما، او يعني الدراما اللي بتسوق الموضوع هي اللي بتخلي برضو الالوان اللي احنا بنختارها ليها علاقه على سبيل المثال في ممكن تلاقي حد لابس لون احمر زياده عشان عايز يظهر شخصيه زينب قصاد شخصيه ليل اللي متغاظه منها، فبتلبس الوان مختلفه في اللحظه دي. فالدراما برضو هي اللي بتحدد لنا الالوان. الشكل بقى العام ان احنا نحس تاريخيا، او ان احنا حسينا بالحاله بتاعت ان احنا في القاهره من 100 وزياده سنه، هي الالوان موجوده في اللوكيشن، يعني دي الوان الاضاءه اللي استخدمناها في اللوكيشن. في البوست برودكشن بنعيد تنسيق الالوان دي والنسب العلاقات ما بينها. يعني البيت صابر على اللي احنا قلنا عليه على سبيل المثال، احنا عندنا واجهه كبيره جدا ودي اللي فيها الكنبه الاساسيه وفي ظهرها المشربيه ودي اخترناها مع المخرج مع مهندس الديكور، ان احنا عندنا الخلفيه بتاعت فتوه الجماليه هيبقى ازاز. طب ازاز ده هنعمل فيه ايه؟ فانا اقترحت ان احنا نحط لونين للازاز. يبقى الخلفيه باشمهندس عباس قال ان الخلفيه تبقى فاضيه. يعني يبقى في عندنا مساحه نهاريه موجوده. نحرك الكاميرا مع بعض بحيث ان احنا نشوف تقلب سورس الشمس الكبير ده بيخش بيعمل فلير ويخرج وهكذا. فكله كان محسوب متنسق. بالظبط. طب هنا باشمهندس عباس طبعا انت ملاحظ كل كلامنا قبل ما نيجي لحضرتك نتكلم على الديكور. وانت بقى صاحب الديكور وموضوع الديكور كله. فقول لي يعني ازاي بقى قعدت على الديكور واشتغلت عليه والفكره واستعنت بايه والصور، وهل استعنت بحاجات قديمه مع الحاجات الموجوده فعلا يعني عندنا؟ احكي لنا بقى اشتغلت ازاي في القصه دي. احنا بدانا من غالبا شهر 6 نبدا نفكر في البروجكت نفسه هيبقى شكله ايه. فبدات ادور مصر من فتره ال 100 سنه او ال 150 سنه كان شكلها ايه. معظم الحاجات اللي لقيناها كان في صور فوتوغرافيا لناس جت في وقت عائله محمد علي يعني. صوروا مصر على مدار الفتره دي كلها، وكان في فتره المستشرقين اللي هم رسموا بعض اللوحات في لمصر الوقت ده. في الوقت ده يعني فكره الفوتوغرافيا ظهرت من 1839 غالبا. بدات ان يأرخ مصر ويأرخ مدن لمصر وفي ويب سايتس لشركات قسمت مصر لمحافظات وقسمت القاهره لمناطق فبدات ادخل على الناس دي واشوفهم ان هم مصورين مثلا منطقه الجماليه، منطقه الروضه، منطقه الحسنيه، منطقه عبدين باساميهم، الازبكيه، العتبه، المناطق دي اللي احنا ما شفناهاش هم مأرخينها كصور. مع بقى صور المستشرقين اللي هو ما كانش لسه فيه فكره الفوتوغرافيا، فكانت الناس بترسم بالظبط كده بالالوان بقى. لان الصور معظمها اللي احنا نزلناها كانت فكره بلاك اند وايت، فما كانش فيها فكره الالوان اللي احنا شفناها حتى في المسلسل، كانت دي موجوده بقى في الرسومات نفسها.
فهي دي الدراسه خدت مثلا بتاعت 4 شهور، الواحد قرا كميه كتب برضو عشان افهم الناس دي كانت ساكنه ازاي، الناس دي كانت بتشتغل ايه، العلاقات اللي كانت ما بينهم، الراجل ده بيشتري من ده ايه عشان يبيع لده ايه، يعني قصه الاسواق، المحلات، البيوت من جوه. يعني انا قاعده بتفرج على المسلسل عماله ابص في كل حاجه وفي كل تفصيله، اللي هو يعني انك تصدقها وتحس ان انت في الحياه دي نفسها بالظبط. فدي يعني بتبقى بس صوره ولا اللي هي الاكسسوارات وحاجات الكماليات؟ يعني برضو اكيد في لا التفاصيل الصغننه دي، التفاصيل الصغيره دي موجوده فعلا جوه الصور القديمه. واحنا كمان لما كنا بننزل المناطق دي كنت بتشوف، يعني عادي لما كنا بنروح بيت السحيمي، نروح قصر طاز، نروح شارع الجماليه، البيوت القديمه كمان الفقاره فاطمه بنت ست الوسيله بتشوفها. بس ليه بقى ريفرنس تاني لصور ابيض واسود من زمان. فبدات اركز، هي الحياه ما كانتش كده، لان فكره الترميمات اللي دخلت على بعض البيوت ما كانتش كده في الوقت ده، فكان الواحد بيشوف اللاير دي في الصور القديمه. فالحمد لله ان التركيز كان ان التفاصيل الصغيره هي اللي هتخلي المشاهد هو اللي يصدق اللي احنا بنعمله يعني. طيب انا هسالك سؤال بس، هنطلع تقرير اوكي عشان نشوف الديكور من جوه. احنا لحقنا قبل ما الديكور يتهد، صورنا كده شويه، يعني انتوا سمحتوا لنا ان احنا نصور فشفنا الديكور من جوه. عايز اعرف منك بعد ما نرجع ازاي قسمت البيوت من جوه، يعني القعده الاساسيه فين، اوض النوم فين، الحمامات فين، لان ده حد شاف جوه عشان يحاول يوصل لنفس اللي كان موجود في الحقيقه. دي محتاجه ريفرنسز كتيره من جوه. بس خلينا الاول نشوف تقرير اتصور من جوه الديكور بتاع مسلسل الفتوه، ونرجع لحضراتكم مره تانية. أكثر من 100 سنة داخل أشهر الأحياء الشعبية في القاهرة، حي الجمالية، انطلقت أحداث مسلسل الفتوة لإلقاء الضوء على صراع الفتوات بين المدافعين عن حقوق الأهالي وغيرهم من اللي واكلين حقوقهم. وبما إن حي الجمالية هو المسرح الأساسي لأحداث مسلسل الفتوة، هنستعرض أبرز المعلومات عنه وديكور حي الجمالية اللي لفت انتباه الجمهور في أولى حلقات المسلسل، واللي صمم بشكل جيد ومناسب مع الحقبة الزمنية اللي بتدور فيها الأحداث. عندنا زي تريتمل كده بنمشي عليها للحلقات وللشكل العام للمسلسل، فعرفنا أن الفترة الزمنية هي من 1850 ل 1910. دي فترة كانت في مصر أزهى مناطقها هي الجمالية، فبدأنا نتكلم ونقرأ الجمالية دي كانت عايشة إزاي، الجمالية دي كانت إيه المهن اللي موجودة فيها، شكل البيوت، الناس طبعهم إيه، أشكالهم إيه، وسائل المواصلات، المهن المختلفة، طريقة معيشتهم، حياتهم مع بعض، كل ده عن طريق طبعا كتب قدرنا كلنا نقراها يعني ونعرف نتائجها. فبدأنا نشتغل على ده من المراجع دي يعني. تصميم ديكور المسلسل وظهوره في شكل طبق الأصل من الحقيقي بالصورة الجميلة دي وكأنه مش ديكور مبني، كان من أهم أسباب نجاح المسلسل وتقديم الحرف القديمة ذات الطابع الأصيل اللي نقدر نقول ما بقتش موجودة دلوقتي، بس الديكور قدر يوصل لنا كل التفاصيل دي. جينا هنا على منطقة مدينة الإنتاج إن احنا نشوف سبوت معين بشكل شمس معينة ببلان يقدر يفيدنا في الأحداث، ويقدر إن يبقى فيه مناطق كتير، لأن الحدث نفسه ما بيتمش كان في الجمالية بس، لأن كان فيه لو في المسلسل هنعرف إن فيه منطقة اسمها المذبح، ومنطقة اسمها الحطابة، ومنطقة اسمها كسر الفتوات، ومنطقة اسمها العربجية. كل دي مناطق كان لازم نوجدها في نفس المكان اللي احنا بنشتغل فيه. المسلسل قدر يرجع للأذهان شكل الحارة المصرية القديمة والتراث المصري الأصيل، وخصوصاً لما يكون في فريق عمل عارف يوصل الصورة الجميلة دي للمشاهد. شكراً فريق عمل مسلسل الفتوة. آية القاضي، الحياة اليوم. طيب زي ما شفنا في التقرير من شوية وكنا بنتكلم عن الديكور وعن الفكرة وعن الشغل اللي اتعمل فيه، عرفت أنه كان في زيارات لمواقع التصوير من
سفراء واجانب وجم بصوا على ديكور الفتوه. كان احساسك ايه يعني؟ او انت كمان وانت بتشتغل انت اكيد كنت عايز تطلع صوره مش بس للمصري لكن للمشاهد العربي للناس كلها انه دي مصر. والله هو تملي الواحد بيبقى عنده ريفرنس كده الحاجات بيتفرج عليها بتخلينا احنا كمهنيا نسعى ان احنا نطلع حاجه زيها او يعني بتتفرج على فيلم او بتتفرج على مسلسل الناس باذله فيه مجهود لدرجه ان انا شخصيا وانا بتفرج عليه ببقى عارف هم تعبوا قد ايه عشان يطلع التفاصيل اللي جوه الفريم ده. احنا مهنيا بسعى ان انا افضل وكلنا نشوف ان زي ما شفنا كده في الصوره ان اللي ماسك في ايديه حاجه عشان يستعملها على دماغ بني ادم اللي هو الحلاق هي الحاجه دي موجوده في صوره فعلا. فبدور ان احنا نلاقي نفس الشكل ده عشان هو خلاص بقت موجوده كصوره. فاما انا هشوفها في الطبيعي هقول دي الناس دي استخدمت والناس دي جابت حاجه حقيقيه موجوده في الطبيعه. طب استاذ حسين هو اللي تعبك ولا انت اللي تعبته؟ ده جنني. ده قاعد يذاكر ده بعت لي 5000 صوره ده ده لا حقيقي لا تعبني وتعبته وكل الحاجات. بس اقول لك حاجه بقى البتاع ده لو في حلاوه طلعت برضو بروجكت يعني ليه علاقه بسن الناس اللي نفذت الحقيقه سن الناس سن الناس إن اللي نفذت يعني هو شباب لدرجه انا عندي ناس في المساعدين يعني صغارين لا خالص حبيبتي انت في سنه كام يعني قصدي ايه ولاد صغارين وبنات صغيرين كتير كتير ولقوا المشروع كبير فركزوا قوي. هي دي الفكره بتاعت ان الاصغر دلوقتي عنده مجال اكتر انه كرييت يبقى في كرياتيفيتي في ابداع اكتر مختلف عن الاشكال المصغره ممكن تكون الصغير ده الشاب ده بيبقى يعني ممكن تجيب ارتست كبير قوي عظيم قوي طبعا اساتذتنا عملوا ده قبل كده كتير وعملوه حلو ما بيبقاش عنده نفس الباشن والانرجي بتاعت ان حد لسه صغير اول مره بيعمل ده. طب هعمله ازاي؟ هقول لك على حاجه. انا لما جيت ما كنت بذاكر الافلام والحاجات اللي اتعملت في الفتره دي تيجي تمسك التتر كده تتخض يعني تتر يخض وتقول انا هعمل ايه في تلاقي المخرج بقى استاذ علي بدرخان والارض دايركتور شادي عبد السلام فاهمني انت لوحدك نهار اسود يا سامي ضخمه جدا يعني هتعمل ايه؟ فغصب عنك تقعد تشتغل بقى علشان هتبقى هتروح فين جنب الناس دي فاهم اقصد ايه؟ فدي غالبا برضو الخوف يعني او مش الخوف لا في ناس تقيلة قوي تناولت الفترة دي والموضوع ده فركزنا جامد. انا حاسس ان كل الناس ركزت جامد يعني حتى كان يعني حتى في عندنا في التيم الاخراج هو واحد مسؤول عن وشوش الناس الاكستراز اللي هتتحرك دول منقي بالوش بالنفر مش اي وش يخش. لا كان في تركيز من كل الاقسام يعني ما بتكلمش بس عندنا لا وفي الاكسسوار لا الناس مركزه ان الموضوع عارفه اللي هو شباب صغيرين مشروع كبير عليهم فكله جاب اخره وكله طلع اخر طاقته فانا حاسس ان ده بان حاسس ان ده بان كويس. طب بمناسبه برضو يعني التفاصيل الصغيره والتفاصيل الكبيره كمان وسؤالي لحضرتك التصوير بقى وزوايا التصوير والمجاميع الكبيره ومشاهد طبعا المعارك بالنبوت والحاجات دي كلها كلمنا عنها وايه صعوبتها ويعني التقنيه اللي كنتوا شغالين بيها في ده. يبقى هو يعني احنا طبعا من ان احنا يبقى عندنا مشاهد فيها مجاميع كتير ده بيبقى يوم شاق يعني يعني مش مجرد بس ان في زحمه وبنلاقي طريقنا لا يعني ده في استعدادات من اول اليوم اعداد من اول ما الناس دي بتلبس لغايه لما بيجهزوا لغايه لما بيتنظموا لغايه لما بيقفوا قدام الكاميرا يعني نبتدي احنا ندي بريف للكرو بتاعنا ازاي هيتعامل في الذات في المشهد الكبير بتاع الحلقه هجوم على الجماليه ويعني ده تقريبا خد مننا يوم كامل تصوير لمجرد بس ان احنا تقريبا سكرين تايم احنا من 6 لـ7 دقايق بيهجموا على الجماليه وبالظبط سيد اللبان بيهجم وحسن وعزمي بيواجهوا الى ان تنتهي المعركه. المشهد اللي الناس كلها سقفت فيه اللي هم بقوا مع بعض خلاص وعارف انا كنت حاسه ان كله بيضرب يعني المجاميع اللي ورا واللي مش الابطال كله عمال يضرب فعلا بجد هو يعني المشاهد العادي بيبقى فاكر ان احنا
بنحط الكاميرا كده بيقول له خش يا جماعه بتضربوا بعض واحنا نحاول بقى ايه الحق اللي هناك ده حلو اللي هناك ده اخد والله. لا طبعا هي بتبقى بتتقسم لسيكونس صغيره ونقدر وبنستيج اب كل الضربات وكل المواجهات لشوتس منفصله وبيتم تجميعها بعد كده نشوف المشهد نشوف يا حسام. يلا بينا نطلع نشوف المشهد ده. ديوت في رجاله بتيجي مع الجماليه بره يا معلم. ام رجالة فارغ مش هتيجي يحضروا طبعا. واحنا بنتكلم على المشهد واحنا شايفينه مع حضراتكم اللي هو ايه يعني نبوت بجد وضرب بجد، فبس قالوا له حد ضرب بجد؟ قالوا يا ده كتير قوي. كلمني بقى عن الضرب والمعارك والتدريب عليها هو جمع نبوت ايه؟ نبابيت؟ نبابيت صح كده؟ اه ايه يعني اكيد طبعا كان في شغل في الحته دي. جميل. احكي لك ايه ولا ايه؟ كان في شغل كتير قوي. في شغل كان في مشاهد اكشن كتير يعني طبعا فلاق ده اكشن. وممثلين برضو كل يوم يجوا الصبح بيتمرنوا وبقوا صيان يعني قصدي لا يعني ضرب. كان يعني هو كان كتير وفكره ان الحاجات اما بتبقى بين ممثلين وبعض دي شويه معقوله ان هم ناس بروفيشنالز برضو بيعرفوا ايه لكن بيعرفوا الدنيا كتيره دي هتفلت اكيد بقى حاجات معاكي ناس بقى كتير و400 500 نفر كل واحد فيهم معاه عصايه بيضرب زميله دي بتبقى كابوس بس يعني تمام او الناس جالها ادرينالين وتطلع وتكمل بقى ادرينالين ادرينالين طيب انا اخيرا عايز قبل ما اختم ارجع للبشمهندس الناس هتبقى بتتفرج وبتسال هو ده حقيقي ولا ده مش حقيقي ده خشب ولا ده حديد فقول لنا كده ايه اللي انت بنيته وايه اللي استعنت بيه في الجرافيكس هو نسبه 90% من الحقيقي كله حقيقي احنا السيت اكستنشن هو ما هو فوق افق المباني عندنا من فكره الحاجات اللي هي هتبقى باحجام كبيره جدا مش هنعرف نوصل لها زي المدنتين اللي على الباب بالظبط كده زي الباك جراوند من سطوح مثلا فنشوف قلعه لحي مثلا عندنا العربجيه كل ما هو فوق لاير 6 متر او 7 متر ده بيبقى لاير اكستنشن جرافيكس كل ما هو بقى تحت الكسر كسر الفتوات ده برضو ديكور احنا رحنا جامع في كركميس في صلاح سالم احنا رحنا لمكان هو متهدم للجامع من الزمن نفسه يعني وبنينا فيه بعض الاماكن العشش والبيوت اللي عايش فيها كسر الفتوات لكن المكان نفسه كان 360 درجه غالبا المكان ده بالذات ليه نقطه في اختياره اللي خليته يطلع بالشكل ده ان المكان اللي لو شفناه من غير اي اضافات ديكور هو عباره عن خرابه هو عباره عن يعني هو ما فيهوش حاجه بس ازاي اخترنا المكان ده وبعدين ازاي اضفنا عليه عناصر للديكور وبعدين اخترنا ازاي الزاويه اللي نقدر نشوف فيها القبة ومدنيتين وزي اختار ان احنا نحرك الكاميرا في الاتجاه ده فنظهر المآذن بعد ما الكاميرا توصل للسات اللي احنا بنصوره ازاي اخترنا ان من النقطة دي مدار الشمس هيبقى عندنا باك لايت
بالشمس لما اول ما بتطلع بلونها الاحمر بالفلير اللي بيطلع منها. فهو اختيار اللوكيشن ده يمكن هو ده اغلب تصوير المسلسل بمسلسل كان بالطريقه دي. ان احنا ازاي نتضافر كل مجهوداتنا. سؤال مهم جدا. زمان كانوا بيقولوا الكاميرات عاميه الخمسينات والستينات ما بتشوفش النور بتاع بالليل، كاميرا التصوير بالليل صعب. 2020 ده السنسيتيفيتي بتاع الكاميرات دلوقتي مختلفه تمام. بس احنا شفنا مثلا فيلم زي ذا ريفننت اتصور كله ناتشرال لايت، انت عندك مشاهد ليل كتيره جدا وكان فيها مشاعل وكان فيها نار وركيه نار. بالظبط. كنت بتصور في حاجات ناتشرال لايت ولا كان في اضاءات مساعده؟ هي النقطه الاساسيه خالص ازاي ان المشاهد ازاي ان المشاهد يلاقي استحسان للصوره او حاسس ان هو مرتاح وهو بيتفرج، ان هو شايف الموضوع طبيعي. يعني شايف مش شايف جيلاتين ازرق ضارب نور ازرق في الوش وده الليل وشويه دخان وخلاص. لو حاسس الدراما بتاعت الثمانينات يعني في اضاءه موجوده، لو حاسس، لو هو المتفرج العادي اللي غير متخصص اللي حب شكل الصوره وحب شكل الممثل، حاسس ان في اضاءه محطوطه او في قطعه اكسسوار مقحمه كده عشان نظهر تاريخ الفتره، وان في حاجه بنحاول نبرزها مش منسجمه، ده احنا كده ما حققناش اللي احنا عايزينه. لكن بالذات في يعني لو هتكلم على الاضاءه، احنا عندنا مصادر الاضاءه هي النار بالليل، عندنا ضوء القمر، عندنا مشعل، عندنا فانوس الجاز، لمبه الجاز، دي المصادر اللي هم كانوا بيعيشوا بيها بالليل، وبالتالي هي دي المصادر بنعبر عنها بقى بايه. دي ده ساينس يعني. ازاي علم كبير. ازاي نحط معدات بتعبر عن شكل المصدر اللي موجود جوه الفريم واللي بيحاكي طبيعه الفتره. طول ما المشاهد حاسس ان ده شيء طبيعي وشيء هيصدقه ويدخل في جو العمل ومصدقه، هيصدق الممثل اللي بيعبر عن الحدث اللي في الاخر خالص بيحكي قصه عشان توصل للمشاهد ويتاثر بيها اي حاجه. طب سؤالي الاخير استاذ اسلام استاذ احمد، وانتوا بتشتغلوا وبتعملوا اللي عليكم وكل حاجه، بس يعني اللي هو يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هيبقى رد الفعل ايه؟ اللي بنعمله ده هيبقى ليه صدى حلو؟ يعني قولوا لي بعد ما خلص بقى العمل، وقولوا لي اكتر حاجه حسيتوها من الناس من الصحاب، بتفكروا فيها، بتفكروا في اللي جاي كمان. الواحد لما بينجح في حاجه وبيحقق يعني يقول لك ايه ده اللي جاي بقى هيبقى اخباره ايه؟ اصعب في نفس السكه، هعمل حاجه مختلفه؟ اتفضل. الحمد لله واحنا شغالين كان مع بدايه ان الناس تيجي المكان وتتفرج عليه كان في كومنتس من بعض النجوم او مثلا مننا كلنا واحنا شغالين او من فريق العمل اللي شغال ان النتيجه بتبان يعني بيقولوا بيبان من عنوانه زي ما بيتقال. فالحمد لله ان كانت النتيجه تملي بتبان يعني واحنا شغالين. حسين مثلا نقول بيحصل مشكله فخلاص احنا لا نفضل على كده، لا تعالى نشتغل اكتر عشان الموضوع يطلع احسن مثلا. فدي بتبان من اللي بيجي يقول يا جماعه ده المكان شكله حلو قوي، من مثلا خلصنا الحاره دخلنا على بيت صابر. كل الاماكن دي كانت بالترتيب اللي هو يعني بنخلص الحاره نخش مثلا على بيت صابر نخش على بيت حسن. فكل مره كان حد بيجي بيديك كومنت كويس يعني. فالحمد لله كانت هي دي البوش ان احنا نكمل. طيب حابب تكمل في جو التاريخي ولا صعب ولا يعني نجاحه حلو؟ لا نجاحه حلو ده اكيد الحمد لله. يعني ان بيبقى في فرق يعني الحمد لله ان الواحد شغال بقاله فتره بس اما جينا نعمل حاجه تاريخي وناس الحمد لله فريق عمل ساعد ان احنا نطلع الشكل الحلو ده والناتج ان احنا قاعدين هنا وكلنا مبسوطين بنفس الشكل، فاكيد كل ما نعمل حاجه تاريخي يبقى الناتج ده اكيد ده حاجه كويسه يعني. الحمد لله. حضرتك طب هبتدي بقى من النقطه بس بدري شويه. احنا من تقريبا من قرب سنه استاذ حسين واستاذ هاني قالوا عايزين نعملوا حاجه تاريخي للقاهره القديمه وكنا قاعدين كنا عند حسين في البيت وروحت ذاكرت كده شويه كده حوالي مثلا ساعتين وسبتهم ثلاث شهور، قلت اغيروا رايهم يعني ما مش معقوله هنعمل الكلام ده الموضوع ولسه هنبني ديكورات كبيره وكده مين هيصدق. المهم رجعت بقى بالظبط قلت يعني ما مش عارف بقى الجمهور هيعمل ايه يعني هيستقبل ده اصلا ولا لا، واحنا دايما بنطرح له مواضيع مش قصدي انها تقليديه بس هو بيلاقي لها استحسان كده وهي بسيطه يعني مش فيش لا تاريخي ولا حربي ولا ساينس فيكشن ما عندناش ما بنطرحش ده يعني. المهم بعد ثلاث شهور رجعت لقيت مصرين بقى الموضوع بجد بقى ف
هي دي النقطة اللي خلت لا احنا لا عايزين نحقق حاجة، عايزين نوصل لشكل مرضي وشكل نقول ان احنا فعلا بنقدر نعمل النوعية دي. وهي ما كانتش موجودة في البرودكشن السنوي او اللي موجود في مصر، بس احنا نقدر نعمل ده، هو كانش مطروح بس. فلا يعني فتحتوا سكة جديدة وعايزين نكمل فيها شوية. يعني لو قلنا فتحنا سكة جديدة يعني بتالي بكل تواضع. ده حقيقي. طيب هنطلع لفاصل، بس قبل الفاصل انا هشكر حضراتكم مهندس الديكور الباشمهندس احمد عباس، شكرا جزيلا على وجودك معانا، ومدير التصوير الاستاذ اسلام عبد السميع، شكرا جزيلا ليكم، والمؤلف والسيناريست الاستاذ هاني سرحان. وهنفضل متحفزين على المخ. عملت قصه عظيمه جدا ودفرت حاجات كتيره جدا جدا. يعني انا بحب شغل التاريخ بشكل شخصي، انا من فتره طويله جدا ما شفتش تطفيره قصه بخطوط عائلات كتيره بتفاصيل، حتى يعني الشخصيات الصغيره الثانويه المكمله ليها دور في السياق الدرامي. يعني هي بتخدم حاجه، مش طالع عشان خاطر ان احنا يعني يبقى عندنا اعداد. فتسلم ايديك، شكرا جزيلا جدا، وشكرا ليكم. انت قاعد معانا؟ لا انت قاعد معانا. ميرسي ميرسي. انت قاعد معانا مش ماشي. بعد الفاصل بقى يعني خلينا نشوف الناحيه الثانيه، التمثيل وكمان الاخراج، بما ان احنا طلبنا الاستاذ حسين المنباوي انه يكون قاعد معانا هيشرفنا. بعد الفاصل النجم ياسر جلال والنجم احمد صلاح حسني والنجم محمود حافظ في استكمال هذه السهره من الحياه اليوم. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد، خليكم معانا. قاعد في الدكان ودكانتي مفتوحه ليكم، والمشاريد هيشتغل زيهم زي كل الناس. الرجوله والشهامه والشجاعه والقوه والعدل كلها صفات كانت موجوده زمان في الفتوه، اللي بيرجع حق المظلوم ويقيم العدل في منطقته، واللي تم تجسيده السنه دي بمسلسل خطف الانظار من بطوله الفنان ياسر جلال ونخبه من الفنانين، واللي قدم لنا الفتوانة بصوره تحاكي الواقع اللي كان بحي الجمالية. هو ياسر جلال جسد المسلسل بحرفية جدا، المسلسل جيد جدا، مشاهده جميلة. طبعا كان في كل حارة من الحارات الجمالية اللي انت شايفها ديت كان فتوة. الفتوة ده كان مسؤول عن البوابات، بيقفل البوابات بالليل، ثم بعد ذلك بيضيء الأضاءة، وأي حد غريب بيقدر يقول له انت جاي غريب بتعمل ايه. طبعا الفتوانة دي كانت ليها دور كبير قوي في الحملة الفرنسية كمان، لأنها ضايقت شويه نابليون بونابرت وحملته الفرنسيه في ثوره القاهره الاولى وثوره القاهره الثانيه. المسلسل ده انا متابعه عشان هو ابن الكماليه. يعني هو يعني شفت افلام الحرافيش، هو ده الفتوانة ادب. نسمع عنها ان فيها فتوانة، بس الفتوانة هي ايه؟ الادب والاخلاق، وان هو يحافظ على ولاد منطقته ولاد حتته. الفتوانة كلها احترام، بيصالح الناس ببعضيها. الفتوانة مش ضرب الناس بتوع المنطقه، لا ده بيحامي عنهم. انت مين يا جدع انت؟ وايه اللي جابك هنا؟ عدم المؤاخذه، في حد دسلكه على طرف؟ جايين للي جايين له. كلم الفتوه بتاع العدل يا جدع انت. الفتوانه ما اقتصرتش على الرجاله وبس، يعني مثلا الجيزه والمناصره والجياره والحطابه من أبرز المناطق اللي افتوتها كانوا ستات، واللي قدروا يحموا منطقتهم من الاعتداء عليهم أو السرقة. الفتوة يعني أدب، يعني احترام، يعني احترام الكبير. ما فيش حد صغير اللي أدبه على الكبير، وكان فيه عيشة كويسة، وكان فيه احترام. كل اللي بيقوم به ياسر من الواقع، والتمثيلية كلها من الواقع. وإحنا باسم الجمالية وباسم الناس اللي في الجمالية بنشكر الأستاذ ياسر جلال على المسلسل العظيم اللي هو عمله دوت. عجبني قوي قوي الشهامه والرجوله بتاعت ياسر جلال، قوي قوي حسسني فعلا بالناس القديمه. بتفرج عليها مرتين والله العظيم، بتفرج عليها يعني في الاعاده، بحبها، رجعني كده للحاجه انا مشتاقه ليها، زمن الجدعانه اللي دلوقتي قليل. ظهر الفتوة في السنوات الأخيرة من عصر المماليك في الفترة ما بين نهاية القرن الخمستاشر وبداية القرن الستاشر، في الوقت اللي ضعفت فيه الدولة وانتشرت العصابات. حرفوش، فتوة الجمالية والحسينية، كان هو أبرز فتوات مصر وأقواهم، واللي كان معروف عنه حسن الخلق ودفاعه عن الفقراء والمظلومين،
وده النموذج اللي اتكلم عنه نجيب محفوظ في رواياته باسمه الحقيقي عاشور الناجي. اهلا بيكم مره تانية. وزي ما قلنا قبل الفاصل احنا كنا بنتكلم على التكنيك بتاع التصوير، تكنيك التصوير والتاليف والسيناريو والحوار والنور والديكور. الشق الاخر من المسلسل بيكون في ايدين الممثلين وطبعا تحت اشراف المخرج، عشان كده احنا منورنا ابطال هذا العمل اللي ممكن نقول فتح زاوية جديدة لشغل الدراما في مصر. بدون ما نخش في تفاصيل ونقعد نحكي، خليني ارحب باهل المسلسل وهم بقى يحكوا لنا هم اشتغلوا ازاي وعملوا ايه. الفنان ياسر جلال، اهلا وسهلا بيك منورنا. اهلا وسهلا بحضرتك. الفنان احمد صلاح حسني منورنا، اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك مره تانية وثالثه رب العمل يعني. والفنان محمود حافظ اهلا وسهلا بيك منورنا. منورنا وتسلم ايديكوا وعيد سعيد. كل سنة وانتم طيبين. طيب احنا قاعد قدامنا كده الفتوة وابن الفتوة واللي كانوا مقطعين بعض طبعا طول المسلسل. فلو ابتديت مع الفتوة، ويمكن كان لنا لقاء قبل ما يعني تعرض العمل وتكلمنا كتير عن أجواء العمل والشغل اللي هيحصل فيه، لكن هل انت كنت متوقع مع عرض المسلسل وردود الأفعال انه هيحصل كده؟ هو طبعا الحمد لله على نعمة النجاح. الحمد لله. بس هو الواحد بيعمل اللي عليه وبيسيب الباقي على ربنا. بس الواحد بيبقى حاسس انه لو اخلص في شغله يعني ان ربنا سبحانه وتعالى هيعوضه وهيجازيه. فدي كانت النيه، انه الواحد يعمل اللي عليه ويبذل اقصى جهد وان شاء الله النجاح بايد ربنا. بس الواحد بيبقى ضميره مستريح ان هو عمل اللي عليه. استاذ احمد صلاح. لا انت حكايتك حكايه بقى في المسلسل. اولا اول ما قعدت قلت ما صوته حلو، هو صوت عادي يعني بيتكلم زينا. كانت ايه نبره الصوت والطريقه؟ فانت اتحطيت في حته مختلفه خلينا نقول، واظن انت متابع ردود الافعال والكلام اللي اتقال عنك. فاشتغلت على ده ازاي؟ والكلام اللي اتقال لك حسيته ازاي؟ يعني بصي، هو من البدايه كده انا يمكن دي احلى اكسبيرينس بالنسبه لي في الشغل لحد دلوقتي. مش عشان والله قاعد مع استاذ حسين واستاذ ياسر، بس انا فعلا فعلا كنت حاسس براحه نفسيه جدا في الشغل. لما قعدنا اتكلمنا على الكاركتر الاول انا واستاذ حسين، وصلنا للعزم ابو شديد اللي حضرتك شايفاه دلوقتي. يعني لما بنتكلم في الشخصيه رحنا وجينا ورحنا وجينا، واستاذ ياسر كان معانا برضو. واتكلمنا في الشخصيه ازاي نخليه يعني استاذي. طبعا لا انت استاذ. استاذي واخويا. عيد يعني كلام حلو في العيد واخلاقه. لا لا انا هاخد بقى من اللي حصل ده. هسال سؤال بس لما احمد يخلص عشان في حاجه. في بينا كتير حاجات. لا في حاجه مهمه في المسلسل بس يعني هنستنى. لا بس بالنسبه للدور يعني الحقيقي الدور ده طلع كده بفضل كبير جدا استاذ حسين النباوي حقيقي يعني. لانه بيسمع يعني بيسمع للممثل حاسس بايه. انا لما اتحكى لي الدور او عرفت الشخصيه شفت حاجات فيه. استاذ حسين سمح لي بان انا اتكلم في اللي انا شايف ممكن يبقى الشخصيه دي شكلها عامل ازاي او بتاع. حته الصوت دي بقى اعتقد اكتشفناها في التصوير. اكتشفناها في التصوير مع بعض. ازاي جت ازاي؟ هي طلعت يعني. هو الكاركتر شكله بهيبته بان هو لازم يبقى مسيطر على الجماليه كلها. والده هو الفتوة، بس والده راجل كبير في السن، فهو حلمه طول حياته ان هو يبقى الفتوة. فازاي هيستاند اوت او هيبقى بارز عن بقية الناس اللي موجودين في الجمالية، وازاي يقدر يسيطر على اهل الجمالية يعني حاجات. الله الله الله. جت ازاي الفكرة دي بقى كمان؟ اللازمة دي. بص يا جت لما بتبقى مركز في الشخصية قوي ومحضرة كويس. في حاجات بتطلع. انا يعني بشتغل على الشخصيه وبعدين بسيب نفسي بقى. فقدام الكاميرا بتطلع حاجات كده منها الله ومنها حلاوه. في كذا سلوجن واكل قلبك يعني. في شويه حاجات طبعا استاذ هاني كاتب شويه حاجات، وفي حاجات طلعت وبساط الشر اللي طلعت دي كانت حاجه صعبه قوي يعني بصراحه. هنا الاخراج اكيد عليه عامل بقى في النوم، التوظيف والملاحظات والشخصيه صح. هو مايسترو العمل لكن بالتنسيق بقى مع فريق العمل كله. يعني انا حاسه انها مش بطوله فرديه، حاسه انها بطوله جماعيه. الاحساس ده صحيح؟
ايه سؤال بقى؟ لا والله ما لا 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 انا بكلمك لا احنا لسه معانا على فكره يعني لسه احنا ما مشيناش. لا بكلمك فعلا على انه المخرج هو المايسترو بتاع الشغل العمل نفسه. ازاي بقى بيدفر الشغل ده والتفاصيل من بين كل ممثل والكلام بقى على انه والله انا عايز اضافه في الحته دي، انا عايز والله اغير ممكن حاجه في السيناريو او حاجه في الكلام اللي انا هقوله. هل ده كان بيحصل وكان بالتنسيق مع فريق العمل كله؟ طبعا يعني دي بشكل او باخر انت بتتعاملي مع تيم كبير جدا من اساتذه بروفيشنالز يعني سواء كانوا ممثلين هم ناس محترفين جدا سواء المؤلف ومحترف سواء التيم التنفيذ كلهم محترفين فانت لازم تسمعي منهم هو شايف ايه. يعني كل واحد فيهم يعني انا لو شايف مثلا الكاركتر بتاع حسن ده بشكل بس اكيد استاذ ياسر يبقى لا ذاكره اكتر مني هو عنده هو بيعمل ده بس او استاذ احمد بيعمل عزمي بس فلا لازم تسمعي منه ان هو بيبقى عنده انبوت حلو يعني مش يعني فكره المخرج اللي بيقول كل الحاجات وتتسمع دي فكره دي مش موجوده يعني مفيش حاجه اسمها كده لا هو انت تيم كبير قوي من الفنانين مخرج بس بيبقى منسق ده عشان محدش يطلع بره اللاين قوي بس انا خصوصا في شغلي انا لا انا بحب اسمع وبحب الناس تطلع ويبقى عندهم مساحتهم يعني لا في حاجات كتير قوي من اللي حاصله حلوه انا ما اتدخلتش فيها بصراحه هو عملوا حاجه حلوه فكويس يلا دمين. نعمل دي يعني طيب التفصيلات بقى بتاعه الممثل ان هو يحط الانبوت بتاعه في الشغل ده يخليني اروح لمحمود مبروك طبعا على شغلك انت مسلسلين عظام السنة دي فألف ألف مبروك التفصيلة بتاعت عزيز أنا افتكرت عبد المنعم مدبولي الأستاذ العظيم أستاذ عبد المنعم مدبولي مولد يا دنيا التفصيلة إن بيكون ممثل عنده مشاهد وان تو وان مع حيوان ما شفتش كتير في السينما في مصر حاجة شبه دي وافتكرت على طول عبد المنعم مدبولي في مولد يا دنيا هو مبدئيا أول مرشحت للعمل انا كلمني هاني سرحان فبيبارك لي على الممر فبقول لي هتعمل ايه السنه دي فبقول له ان شاء الله الاختيار فعمل معروض عليا بس مقلق منه جدا عشان الفتره الزمنيه بتاعته فعمل تقيل فخايف اخش في تجربه بحجم الفتوه فقال لي عمل ايه قلت له مسلسل اسمه الفتوه هو انا مش عارف ان هو المؤلف قال لي ايه فقال لي ده انا اللي مؤلفه فاحرجت جدا وانا بكلمه لما قريت الورق انا خفت جدا لان بتعامل مع فتره زمنيه مختلفه بلبس معين بعادات وتقاليد مختلفه جدا فكنت خايف وانا بقدم الشخصيه ولما قريت الورق لقيت نفسي هتعامل مع حيوان فكنت حريص كل الحرص ان اخلي الحيوان متفاعل معايا وحاسسني بجد صح. وانا حاسه بجد فعلا وانا فعلا بحب الخيل عامه يعني ولما كنت حتى بدخل لوكيشن دايما كلهم اروح اعدي على عزيز كده صبح عليه شكلك كنت بتروح على طول على الحصان يعني على طول يعني عزيز. طالما انا هيبقى موجود جيب له حاجات هيبقى موجود معايا طول العمل مثلا فعاوز يبقى واخد عليا واخد على شكلي فالحمد لله لما ذكرت الشخصيه طبعا اول مشهد لاي ممثل بيبقى ايه اصعب مشهد اللي هو انت عاوز تركب التراك بتاعك فاستاذ حسين في يعني بدايه في حاجه اسمها المكياج الداخلي والمكياج الخارجي استاذ حسين ايه في اليوم ده فاول ما اداني البرنيطه انا تخيلتها مثلا ضربت حد من الفرنسيين خدتها منه سابقه ايام في الفتره الزمنيه يعني افكر فيها برده هي دي منين اساسا دي بالظبط فقعدت افكر في التفصيله فسبحان الله اول ما لبست اللبس مع المكياج الداخلي الممثل سبحان الله لقيت الشخصيه ماشيه معايا وبقيت حاببها جدا وبقيت حابب وانا رايح اللوكيشن حابب وانا بتعامل مع الممثلين يعني هي البتاع دي؟ لا مش البتاع دي طبعا يعني في تفاصيل يعني بتفرق مع الممثل زي ما الاستاذ احمد بيقول ايه تدخل في الدنيا بالظبط احيانا في جمل ممكن تطلع كده على الهواء وانت شغال فبتبقى لزمات جميله فالحمد لله يا رب يعني الحمد لله بمناسبه اللزمات والاداء وارجع لحسن الجبالي بقى انا الفتوه يعني صوت عالي وضرب وحاجات كده غير ياسر جلال اللي معروف برضو انه في ادواره فيها الشده وفيها الحاجات دي لكن احنا شفناك المره دي بالنبره الهاديه والرومانسيه برضو موجوده والكلام ده فبرضو التركيبه دي جت ازاي
هو انا يعني استكمالا لكلام الاستاذ حسين من الباوي، هو طبعا انا فرحان على فكره الاستاذ حسين طالع بيتكلم، لان هو ما بيتكلمش برامج، ما بيطلعش برامج، بس انا كان نفسي الراجل ده يطلع يتكلم. هو مخرج حساس جدا، يملك ادواته، بيفهم في اداء الممثل. هو قعد مع كل واحد فينا وشرح له الشخصيه وحاول يقربها له ولبسها وشكلها، ومن هنا كل واحد فينا دخل في الشخصيه بكل ابعادها. بس طيب بس انا بحب اريح ما بين خالص عشان انا مش متعود على البرامج قوي. بس انا بعد اذنك عايز متوتر. يتكلم انا بيختصر قوي نفسي بيخلص عايز يتكلم على جمع عشان نفسي هيك سالت بعيد عن الرومانسيه. انا عايز يتكلم عن الرومانسيه. ماشي اهو يعني بعد اذنك. لا ما هتتكلم، لا هتقول اللاين بتاع جميله ده انا شايله على جنب لسه. انا اتكلم عن الرومانسيه في حضور ملك الرومانسيه يا جماعه. ثانيه بس، ده في اغاني اصلا قبل كده وفي حاجات حسن الجبالي. انسى الله وانسى يعني لا 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 انسى الكلمه دي واللزمات والزعيق. لا ده صوته حلو. طب انا عايز اجاوب بس، لان انا اول ما جيت المسلسل قال لي انت اللاين بتاع الرومانسيه والحب والحاجات دي انت هايل جدا فيه وبتاع، وضحك عليا في الاخر ببص على المسلسل لقيته بيحبه وبتاع يعني يرد لنا الموضوع ده. كلمنا عن الرومانسيه في المسلسل وادائك الرومانسي. انا لو اتكلمت عن الرومانسيه كتير بس احنا في عيد فنتكلم عن الكحك احسن. طب هو اللي حصل ده بقى، انا هسال سؤال ليكم انتوا الاثنين. اتفضل. اللاف هيت ريليشن شيب ما بين عزمي وحسن. ايه فندم؟ قول. اللاف هيت ريليشن شيب، الحب والكره في كل المشاهد. ان في نفس الوقت اللي كان ابو عزمي بيقول له قول له يا ابن عمي، حسن ده ابن عمك، بس هما الاثنين متربيين مع بعض، بس في ما بينهم خلاف ومين اللي هيبقى الفتوة، وعزمي بيحمي بيت حسن وبيمنع فرج انه يخش يفتش البيت، ولما سيد اللبان بيقول له انا عايز حسن بيسكت وما بيبقاش موافق قوي، بس بيحميه من فرج. في علاقة كده حصلة دلوقتي، انا شايف انتوا لسه في منكفة. هو زمان كان شخصيات الفيلن بتبقى وان تراك، فيلن شرير طول الوقت. دلوقتي اصبح في الدراما لما بدا الموضوع يتطور، الفيلن بقى له ابعاد انسانية، بقى له مواقف عاطفية ومشاعر وبيحس، ممكن يعمل على فكرة موقف نبيل، موقف إنساني. ده بيدي عمق للشخصية الفيلن، بيدي له غنى. وطبعا الأستاذ حسين هو بصراحة هو اللي وجهنا الناحية دي، يعني كان دايما بيقول لأحمد إنه يدعم الخط ده جوه الشر والمشاعر الكراهية. لو في لحظة إنسانية مع أمه، مع أخته، مع صديق عمره متربين سوا أو كده بيحبه بس بيكرهه، ده اللي بيعمل غنى في الدراما. استاذ حسين هو بصراحه اللي كان بيرفع الشعار ده دايما في اعماله، لما يكون في شخصيه فيلن يقول لك هو ليه لازم يفضل كده، ما فيش حد شرير مطلق، احنا كلنا الخير والشر جوانا بنسب، وانت لما بتزكي الخير جواك دي، ده طبعا اوامر الدين كل الاديان بتحض على انت حسن الجبالي ولا ياسر جلال دلوقتي الاثنين واحد عشان ابقى فاهم بس ده ياسر جلال. فانت لما بتزكي الخير جواك، هي دي رساله، حتى رساله الدين الاديان كلها، فالشر ساعات يغلب ينتصر، هنا انت لا، المساله بتخيب منك. فممكن برضو احمد يتكلم. احمد انا شفته في الحته بقى بتاعت ايه مع اخته، اللي هو طبعا انت طول الوقت انت شرير جدا وايه اللي انت بتعمله وانت قص الفساد وبتعمل حاجات مع ليل، الاقي الطريقه والاسلوب، لدرجه انا قلت ما صدقتش، قلت لا اكيد هو بيلعب عليها او في حاجه، اللي هو مش معقوله في طيبه او في خير. هو يمكن عشان احنا طرحنا شخصيه عزمي في الاول او في البدايه انه شخصيه اجريسيف جدا والخناقه اللي في الاول وبيتكلم مع الناس ازاي والاتوات والحاجات دي، فخدنا انطباع ان هو شرير. فانت متوقع منه الشر طول الوقت بالظبط. فيمكن هو ده هي دي النقطه، انه مفيش زي ما استاذ ياسر قال، انه مفيش شر لمجرد الشر، مفيش حد بيتولد بيبقى شرير. يعني هو عزمي ابعاده لما قعدنا نتكلم كانت ايه، هو هيحب ايه في حياته، هو مش حابب مثلا ابوه لان ابوه بيعامله معامله مش هو حاسس ان هو بيتعب جدا وبيعمل كل حاجه في الحاره وما بياخدش الريكوجنيشن او التقدير من والده من هو صغير، فطلع عنده الحته دي تمام. بس عنده اخته ده لاين ممكن يبين فيه الانسان اللي بيحب اخته بجد. هو شرير بره، هو عنده حاله انه عايز يوصل للسلطه، عايز يوصل ان هو يبقى فتوة الجماليه، هو حاسس ان ده الريورد او المكان اللي هو يناسبه، المكان اللي هو قاعد طول عمره يشتغل عليه عشان ياخده. وعكس ده هو حسن،
حسن مش عايز يعني حسن كان هو مش عايز هو امه بتقول له الفتوانه الناس بتقول له الفتوانه بيقول لهم انا مش عايزها عم بيها ايه هو وجهه نظره شايف الفتوانه من وجهه نظر وعزمي شايف وجهه نظر تانية للفتوانه بمناسبه كلامكم مع بعض المشاهد اللي جمعتكم ايه اكتر مشهد اللي هو معرفش حلو صعب كان حاجه مختلفه حاجه شفتوا نفسكم فيها قوي هو حضرتك تقدري تقولي ايه اكتر مشهد ما كناش بنضحك فيه واحنا بنضحكوا فيه والله لان الاستاذ حسين كان بيعاني مننا احنا الاثنين احنا كنا بنقف نبص لبعض نقع من الضحك حتى في اكشن بينا جاي احنا ما كناش عارفين نعمله من كتر كل ما نيجي نعمل نضحك مش عارفين يا جماعه استاذ يا جماعه يلا يا جماعه خلصونا اقول له يلا احمد الله يخليك يقول له الله يخليك هنضرب ونخلص يلا يا ياسر يلا يا احمد نيجي نبص لبعض نعمل ضحك السنين ونداري وشنا على الكاميرا وليه طب ما انا شايفكم خليني اقول حاجه بس بجد بجد حقيقي حقيقي انا استمتعت جدا طبعا الشق ده طبعا احنا اصحاب واخوات والاتموسفير اصلا في اللوكيشن كله في كل المشاهد بيننا وبين بعض ومع الزملاء كان جميل جدا بس تحديدا في مشاهدي مع استاذ ياسر واسمح لي اقول استاذ ياسر لانك استاذ فعلا انا استمتعت جدا 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 بكل المشاهد ما اقدرش اقول المشهد ده احسن ولا المشهد ده استمتعت فيه اكتر لان كل المشاهد كانت زي ما تقولي كده ربنا مبارك فيها يعني عارفه احنا مذاكرين شخصياتنا كويس زي ما استاذ حسين بيقول الممثل لما بيوصل لمرحله انه بروفيشنال في شغله فخلاص انت عارف هتعمل ايه الدوز بتاعك قد ايه في المشهد هتعمل ايه ده زائد لازم اقوله برضو ان انا خدت تيبس كتير قوي من استاذ ياسر يعني كان بيجي ما هي دي بقى الروح الكويسه الروح الكويسه اللي في الشغل هي ان نسمع لبعض وانك تتقبل وجهه نظر الزميل فاستاذ ياسر يعني انا اقدر اتكلم على المشهد ده علشان اوريدي خليني انا في المشهد بتاع موت والدي في القرافه بعد ما نزلته التربه فعملنا بروفا وبعدين استاذ ياسر جالي في ودني قال لي احمد عايزك تقول مع السلامه يابا كلمه مع السلامه يابا دي قريبه غير ان هي قريبه انا كنت بقول حاجات شبيهه للكلمه دي بس انا خدت عليها كميه كومنتس فعلا من الناس ولاد البلد من الناس اللي في القرى والمحافظات التانية الناس الكلمه دي ليها معنى كبير جدا 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 حقيقي بس انا اسمح لي هزود حاجه وانا هو احمد على فكره واعتقد الاستاذ حسين هيوافقني في ده انا اتفاجئت بادائه وبمستوى ادائه يعني احمد المسلسل ده فعلا بين امكانياته كممثل وقلت لي كده قبل المسلسل ما يتذاع فاكر حضرتك فانا واقف قدامه ده انا جاي بقول له ايه قول يا احمد كذا قول له مع السلامه يابا فجاه لقيت احمد بيعيط هو سنسيتيف قوي حساس قوي وفعلا هو فعلا ممثل موهوب يعني يكونوا انا اسمح لي اقول ضليت الطريق ورحت بقيت لعيب كوره كبير طبعا ونجم بس هو في الاساس كان لازم من البدايه يمثل من زمان يعني انا اسف انا قطعت نفسي والله بس هو ممثل شاطر جدا 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 يعني والشباب كمان ويعني في ناس كتيره بانت في المسلسل صح مساء الخير يا فندم على فكره احنا محظوظين حسين طالع معانا هما بيرفض تماما بس انا في بجد احنا كده احنا محظوظين شغله بيتكلم عن نفسه راجل محترم شغله بيتكلم من بيت فن والده الاستاذ شريف المباوي رحمه الله عليه السيناريست الكبير وبعدين هو من المخرجين الكبار فعلا في السوق وما بيقبلش يعمل اي حاجه. احنا السنه اللي فاتت انا كلمت الاستاذ حسين في التليفون قلت له يا استاذ حسين انا نفسي اشتغل معاك كان مسلسل لمسه اكتاف. فقال لي هو طبعا ايه عارف حضرتك بلغه ولاد البلد اللي هو بيشم اللقمه قبل ما ياكلها هو الاستاذ حسين من البيوي. قال لي طب هنعمل ايه؟ قلت له انا في دماغي كذا والاستاذ هاني سرحان قعدنا فين وفين عبال ما اقتنع وبيقعد هو على الورق وبيقعد على النص وبيقعد يشتغل ابتدى شويه شويه يخش في المود في الايقاع. راجل محترم قوي زي ما قلت لحضرتك قبل كده مؤدب جدا اقصى حاجه ممكن يعملها يروح مزعق يا جماعه من فضلكم يا اساتذه يا محترمين لو سمحتوا مش عايز اسمع صوت. اقول ايه ده؟ يا راجل ده كل المقدمه دي في ناس سوري مش عايزين يعني نتكلم تبقى محترمين دي اللي هو ما تخلونيش اخرج عن شعوري. لا في ناس بتخرج عن مقهرها وشعورها وبتستخدم الفاظ ودول ناس الواحد ما يشتغلش معاهم بصراحه انا شخصيا ما اقدرش اتعامل معاهم. ده يخليك تكرر التجربه لثالث مره انتوا الثلاثه. اتمنى لو هو يوافق طبعا لمس اكتاف الفتوه فهو في لمس اكتاف طبعا حصل بينا تلاقي وكيمياء حلوه بعد احنا الحمد لله لمس اكتاف نجح احنا عملنا فيه شغل حلو قوي هو عمل فيه شغل هايل هو الاستاذ اسلام الاستاذ احمد عباس برضه مهندس ديكور
فقلت له ايه رايك يا استاذ حسين نعمل تجربه ثانيه؟ قال لي اوكي. وكان الفتوى. فهو طبعا هو مخرج احنا بنشتغل بقى بنحس بامان. واحنا عندنا على فكره الاهم حاجه عندنا في المسلسل هي المسلسل اهم من اي حد. وانا واحد اتربيت من زمان على ان مفيش حد بيمثل لوحده. احنا كلنا ابطال العمل. دي بطوله جماعيه، مفيش ده مش مسلسل فلان. المسلسل اهم من اي حد. هي التركيبه كمان لما بنتكلم، يمكن من شويه كنت بقول لك هو ده مسلسل النجم الواحد ولا فريق عمل وبطوله فعلا جماعيه، ان الجامعه كمان يعني نجوم كبار والجيل الوسط وشباب لسه صغير وناس لاول مره، فيعني انك تدفر ده كله مع بعض وكل واحد ياخد حقه ويطلع بصوره مختلفه، ده اكيد كان وراه شغل حلو. والله اقول لك على حاجه، انت اللي بتفكري في السكريبت بس، في النص اللي قدامك، وما بتفكريش في اي حد تاني. هو هتلاقي هي اتعملت مظبوط. يعني انت تشوفي السكريبت ده فيه ايه، كاركتر ده لذيذ، محتاجين حد ظريف زي محمود مثلا، هو كاركتر لذيذ على الورق. فهو غصب عنك هيوديكي على الناس الظريفة. يا قصدي انت لو ركزتي في السكريبت بتاعك، في النص بتاعك، من غير ما تشغل بالك نجم الفلان ده يقول كذا، ما حدش قالك زود لي شويه او ده مش عارفه، ده انا تاريخ انا لا مش ايه ده، ده هو ده بقى قال حسين الداوي زود لي شويه، فيش كلام لو بقى رومي لو سمحت، ثوم زيتون لا لا لا، وكلهم ناس ممثلين. يعني انا الكاست ده انا بحبه، بص ما بعرفش اشتغل مع حاجه، ما بعرفش اصور حاجه ما بحبهاش. انت عملت كاستنج في الاول؟ كاستنج طبعا للشباب الصغير. انت مش تعمل كاستنج لنجوم كبار، مع ان في اي حته في العالم في كده، بس انت خلاص شايف النجم وعارفه تاريخه وشغله وشايف شغله. انت في ناس يعني اساتذه في التمثيل ما كانوش بيشتغلوا، رجعوا في الفتوه، عهدي صادق، مجدي فكري، هقول لك في اسامي يعني استاذ عهدي صادق يعني بقاله فتره ما كانش بيطلع، وانت قاعد شغال على السكريبت كده في ساعات والله حاجات ببقى مش متخيل لها اوبشنز اصلا. هو ده مكان. انا فاكر استاذ احمد خليل قعدنا يعني وقال لي مش هشتغل بقى وبلاش دوشه وعاجبه الورق وحسيته مكسل كده، فضلت لا قلت له ما انا برضو مش همشي من هنا وعندي مشكله مش هلاقي حد يعمله، قلت له انت هتعمله يعني وكان عظيم فكره بالعافيه، قصدي فكره لا انت ساعات بتشوف خلاص هو الدور الورق ده يعمله فلان ده هيبقى حلو خالص. وانا شايف ان الكاست بتاع العمل ده الناس كلها في ادوارها مظبوطه خالص، وحاسس ان واحده يا استاذ حسين بس، واعتقد ان الاستاذ احمد صلاح هيوافقني فيها، ان لو الاستاذ حسين المنباوي قرر انه يمثل فدي هتبقى مشكله بالنسبه لنا، مش كده؟ ده حقيقي. يلا ده حقيقي، راجل وسيم وجميل. لا هو عنده احمد ولا ايه؟ عنده طاقه. يعني طبعا خليه في حته الاخراج وما يفكرش. احنا بنقدم السبت عشان المسلسل السنه الجايه صح؟ طيب ممكن اقدم السبت انا كمان؟ طيب يعني لو عايزين مذيعين في مسلسل السنه الجايه احنا موجودين يعني ممكن. حبيبي محمود، فكره ان انت تبقى قائد لمجموعة من الناس عندهم مشكلة كبيرة، ان هم موجودين برا مكانهم، برا الجمالية، قاعدين برا، شريحة من المجتمع كانت ليها دور كبير في الوقت ده، في الزمن ده، يعني وسائل النقل كلها العربجية، بس نفس الوقت هو مش العربجي البسيط، هو القائد كبير العربجية في توة العربجية، وفي نفس الوقت عندك اللاين التاني بتاع زوجته اللي هي أخت حسن الجبالي. ف الشخصية ما هياش يعني الشخصية السالكة اللي هي ماشية في لاين واحد اللي هو متزعم الناس وإحنا لازم نرجع ونروح ونيجي. التحضير كان صعب الحتة دي؟ طبيعي جدا. كنت يعني أنا بحب المذاكرة جدا وبحب أجتهد على ورقي. الحاجة التانية الأستاذ ياسر قال جملة مهمة جدا، أنا بحب أشتغل في أجواء يعني مش عاوز أخش لوكيشن ألاقي المخرج متنرفز ولا أجواء اللوكيشن مش طبيعية، مش هقدر أشتغل. لكن الأستاذ حسين الشهادة اللي مثلا يعني راجل انجليزي فعلا بجد، وانا رايح حبه وحابب اسمعه وحابب يسمعني وحابب اخرج كل اللي عندي معاه. فده كان بنسبه 90% كان عامل رئيسي على الاستاذ حسين، ان هو كان مهيئني نفسيا ان انا اعرف ازاي اقدم الشخصيه ديت. ما كنتش شغال يعني في اجواء بالنسبه لي تضايقني نفسيا. فطبعا بالاضافه لمذاكرتي لاجتهادي للشخصيه وخط الكوميديا بقى. كلمنا عن الكوميديا في المسلسل، يعني انت برضو يعني هنكلم حاجات تراجيديا ومش لا، بس انت برضو خفه الدم
موجود والله ده روح من عند ربنا. الحمد لله رب العالمين يعني. ربنا صرف له الحمد لله. ربنا صرف له يعني. مش هنتكلم يعني. يعني يعني احنا كمصريين برضو روحنا خفيفه مهما يعني. في دايما من حسن حظ بقى في اعمال كلها بتبقى ماشيه شده وانت اللاين بتاعك يعني في فاكك فاكك معاك. فبحمد ربنا ان انت ايه تقدر تهون على المشاهد شويه. ما خفتش بعد الممر وانت بتعمل الاختيار ان انت تروح في دور مختلف تماما ويكون في دور بيتعرض في نفس دور مسلسل تاني؟ انا دايما بسال نفسي سؤال بعد اي عمل حتى اما ربنا يكرمني منه بسال نفسي سؤال هو ماذا بعد؟ هتقدم ايه بعد كده؟ خلاص بقى الجمهور النهارده عارفك، بقت الناس عارفاك، هتقدم لهم ايه؟ فببقى دايما خايف يعني ان شاء الله السنه الجايه او اللي هيتقدم لي بعد كده ببقى حريص كل الحرص هتقدم ايه. مش عايز برضو الجمهور اللي عليك شويتين واختفيت. لا ربنا يوفقك يا رب. ربنا يا رب ان شاء الله. طيب انا استاذنك بقى نتفرج على مشهد ليك كده مع مها نصار. طبعا ليا الشرف. ونرجع مره ثانيه. خدوا كبشة الفول دي وعدوا على ست بيوت كمان، تاخدوا منهم فول عدس رز اللي تلاقوه، وتعدوا بعد كده على بيت حسونة قولوا لهم تحط الحاجات دي تحت راس البيت 7 ليالي. 7 ايه ليالي؟ احسن البيت تتحسد. قولوا لها كده بس. يلا رهوان. شكرا يا عزيز. يلا حبايب. ربنا يخليك يا زينب واجعل بيتك اول بيت في 7 بيوت. ما قلتليش يا بنت يا زوبة، البت يبش زي ابوها ولا قمر زي امها؟ امها ده ايه اللي قمر؟ ما تتلم يا فضل. طب ما يا اخويا لو عجبك قوي كده ما تروح تتجوزها. اه على الاقل تخلف لك 6 فرق تلبسهم في رجليك يا حافي. طب اصطبح يا زينب ولا صبح؟ ولو ما اصطبحتش يا فضل هتعمل لي ايه؟ هتاكلني؟ مين علمك؟ مين يا اخويا اللي علمك؟ مين؟ انا استفاض للعربيه جاهزه بره. عزيز الحته كانوا مزاجه قلسطه وجاهز للزفه. امال ايه مزاجه اخر قلسطه؟ طب اتكل على الله ده طاهر، ده هيفكه في استباحته. واجب. من علمك مين؟ من علمك يا اخويا اوعى. من علمك ايه؟ الله. من علمك مين؟ انت بتعرف تغني؟ ده كان اول مشهد اصوره بالنسبه للشخصيه. اول مشهد. اول مشهد تدخل بيه. يعتبر الاولين او الثاني رئيس بعد المرايه. تقريبا. ما عشان كده قلت لي البرنيطه دي كانت اول طالعه يعني. دي كانت اول طالعه جويه بقى في المسلسل. لكن الحاجات بقى بتاعت زي اللي هي السبوع والكلام ده ومش بس ده، مسلسل عرفنا حاجات كتيره برضو من عادات المصريين زمان. ايه اللي قريتوه او عرفتوه في المسلسل وانتوا بتشتغلوا عليه اللي هو ايه ده، هو الكلام ده كان موجود ويعني حاجات ما كنتوش انتوا نفسكم عارفينها؟ حاجات كتير يعني. سلوك الفتوات، طريقة في لما بيختاروا فتوة جديد. الأعراف والتقاليد اللي في الحارة، شيخ الحارة إيه بيعمل إيه، بيتصرف إزاي. إن الزفة لازم تاخد الإذن من الفتوة عشان تعدي. حاجة كده. حاجة تانية برضو فاكر أستاذ حسين، موضوع فتافيت العيش اللي بياخدوه من العريس، فطار العريس في الصباحية. دي أنا كنت بياخدوا فتافيت العيش ويدوها البنات تاكلها علشان يجي لهم عرسان. في حاجات كتير يعني جوه المسلسل. دي كانت حاجة مش ده الهدف، انك بتعملي دراما توثيقيه، لا الهدف، لان هو انت مش بتنقلي الواقع كما هو بالظبط او توثقي. الافلام الوثائقيه حاجه والدراما حاجه، انت بتختاري من الزمن ده حاجه معينه لهدف معين تكثفيها في الشخصيات وتنقليها للمشاهد، وبتاخدي روح الجو، روح الجو العام من الزمن ده. مش بتمشي مش كده يا استاذ حسين ولا انا غلطان؟ مش بتمشي على حاجه تفصيله، لا بتنقي شويه تفاصيل تحطك في المناخ العام، وبتبقى قضيتك الاجتماعيه بقى، العلاقات الاجتماعيه والدراما. لا وفي قيم ومعاني طبعا تنطبق على اي عصر واي وقت. بالظبط دي الاهم. كنت بتقول لي ان احمد بيعرف يغني؟ احمد صوته ذهبي. أيوة. يعني مطرب يجنن بصراحه. مطرح باصص كده اللي هو ايه انا اللي هو يعني عشان الصوت ده غير. انا بلحن. انت بتلحن من زمان؟ كنت بتلحن وما بتنزلش باسم في ملحن بيغني؟ لا في كتير. انا واحد انا واحد ما بغنيش والله خالص. انا بعرف اعمل لحن بس كومبوزر، لكن اغني ما بعرفش اغني والله خالص. بس في فتره انت قعدت بتنزل اسمك. محمود حافظ بيغني حلو. لا
احنا عيد بقى، احنا عيد ولازم اعملوا دويتو. ولسه عاملين دلوقتي شايفين له مشهد كان بيغني فيه وبتاع والغنى لنا ليله العيد. هو مش موضوع غنى قد ما انا مثلا بعرف ادي شويه، بيعرف يادي حلو بصراحه. طب ما تيال قول قول يا ليله العيد حاجه سامي كده ويلا قول يا ليله العيد. يا ليله العيد انستينا مش حافظها قوي. ليله العيد ما تقولي جمل وانا اقول. طب معاك يلا. طب اقول لك حاجه احمد تبسعد حقيقي استاذ ياسر جلال هو اللي بيعرف. ده احنا عندنا مشهد ياكد المشهد اللي في الخماره هو اللي غنى حقيقي وانا ما كنتش عارف. مع نجلاء بدر جميل. جميله قالت لك غني. استاذ ياسر والله بيغني حلو جدا. طب غني العيد فرحه اسد وحلت العيد حواليكوا للعين بس وخلاص. قول يا للعين. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل. الله الله. طب احنا قلنا بيكملوا بعدها. ايوه يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا الله الله الله. برنامج مولاي والله. ايوه كان عندنا برنامج مولاي في رمضان. هي ده بقى هو ده. والله كمل كمل. لا ده الناس بصت خلاص. رد خلاص انت اللي هتغني يا منك. فتح بقى خلاص تشوقت. نجيب ينسون اتنين ليل. طب خش على ايه؟ طب احمد سعد والله ما بعرف ده يعني ايه سكه المزيكا. لازم يبقى معايا جيتار واغني ادندن كده بصوت واطي، لكن حقيقي احتراما لهذه المهنه انا ما ينفعش انا بحترمها جدا يعني. الله ينور يا حود. يعني احنا بنأدي بس بحكم شغلنا. لا بس يعني قابلنا حاجه فيها وهنا بتاع. بس تسلم يا حود والله تحفه. ربنا يخليك يا استاذ والله يا حبيبي. لون اللبس عندك كان مختلف تماما عن بقيه المسلسل. اوكي. انت لابس غوامق طول الوقت، البندانز البندانات على ايدك. أيوه. وفي يعني بلغه اليومين دول اندر شيرت طويل. اللي هو اللي هو الملابس الداخليه. الملابس زمان الداخليه بتاعتها بتاعت زمان وفيها الجلابيه، والجلابيه متشمره ومتشمره مظبوط. يعني انت في كل المشاهد انا حاولت اركز كده انت فوق الكوع. ستايل هو عايق. هو عايق ومعتز بنفسه. هو بالظبط. هو الفكره لما اتكلمت مع استاذ حسين ان هو مبدئيا هو عزمي مش ابن الفتوه بس، لا هو ابن الفتوه ويعتبر هو اللي مسيطر على الجماليه، وفي نفس الوقت هو صغير ومش متجوز. يعني هو مش مسؤول. يعني حسن مثلا كان متجوز ومراته توفت وعنده بنت، عزمي لسه في السخونيه بتاعه الشباب وشقي. فيعني فكرنا ان هو ازاي يبقى شكله مختلف عن بقيه الناس، ازاي يبقى هو تقدر تقول مثلا الجان بتاع او الـ الشاب بتاع الحقبه دي او الوقت ده. فمن هنا ابتدينا نشوف طريقه لبس مختلفه ليه، فان هو يبقى شكله مختلف عن بقيه الناس. من هنا جت بقى البندانه وال وهو ماشي. طب انا غير اللبس انا لفت نظري عيني كانت دايما على النبوت اللي انت ماسكه. اللي هو ايه الشغل اللي فيه ده؟ يعني الجلد وحاجات ونحاس ومسامير يعني طول الوقت كنت بص على النبوت بالذات. ده ايه حكايته؟ التفاصيل دي اعتقد يعني استاذ حسين هو اللي اتكلم فيها، لانه لا. انا جيت لقيت ده نبوت عزمي. هو رسمه الشخصيه. استاذ حسين كان راسمها مع الاساتذه اللي بيعملوا لنا الديكور والملابس وكل حاجه. كان كل شخصيه معروف ده اوضته عامله كده او بيته عامل كده. حسن الجبالي بيته عامل كذا. طريقه لبسه عزمي، طريقه لبسه، النبوت بتاعه شكله عامل ازاي. جميل يعني. النبوت ده جبته منين ولا اتعمل ده؟ لا عملناه. صح فيش نبابيك وحتى النبوت الثاني كمان. سيد اللبان ده العزمي هديه. كان برضو في شغل جامد. وفي حته ذهب فوق مقبض. هو حضرتك لو لاحظت ان النبوت بتاع الفتوه نبوت بيبقى رفيع، يعني بتاع استاذ احمد خليل كان النبوت اللي هو الرفيع ده اللي هو يتعايق بيه، مش بتاع خناقات. ده اللي هو بتاع الرسميات المراسم. فهي بتبقى زي هدايا، زي دلوقتي مثلا تجيب لحد ساعه او حاجه. كان النبوت قيمته يعني حاجه كبيره يعني.
انتوا امتعتونا الحقيقه يعني، وشغل محترم وعالمي، ونتمنى نشتغل عليه اكتر واكتر. وانا عارفه طبعا ان انت يعني حلو قوي، كويس قوي ان انت قاعد معانا لغايه كده. لا والله انتوا قايلين ومذاكرين وشايفين مش فكره مذاكره على قد ما فكره ان في حاجه عايزين. هو احنا مش في الاخر كلنا اللي قدامنا كاميرا، احنا بنعمل حاجه انترتينمنت، الناس تتفرج عليها تنبسط او نقدم لها معلومه، فانت قدمت لنا حاجه احنا انبسطنا بيها فاتفرج بس. وبتهيألي انت كده عملت اللي عليك وزياده، فتسلم ايديك. ربنا يخليك. بنشكر الفنانين محمود حافظ ومخرج العمل حسين المنباوي والفنان احمد صلاح حسني، وهنخرج لفاصل سريع جدا ونرجع تاني نكمل مع جميلات الفتوة. استنونا بعد الفاصل. والنبي يا اخويا، ده العيد هل بضحكتك الحلوه دي اللي ماليه وشك. كل سنه وانت طيبه يا بنت جميله. وانت طيب يا سيد الرجاله. انا مبسوط اني فكيت الزفت ده، دلوقتي الواحد يفكر ويشوف هيعمل ايه. بركه يا اخويا، المهم ان انت بخير. ما تاكل لك لقمه بقى، ده انا عامله لك اكل حلو بايدي. لا الف انا على قلبك، انا مش جعان. انت يا جميله انت تعبانه؟ والنبي ما انا عارفه، شويه عظمي واجعني وشويه بطني وجعاني، مش عارفه يا اخويا في ايه. طب ايه؟ تحب اجيب لك حكيم؟ لا حكيم ايه بس يا سي عزم، مش للدرجه دي يعني. انا هقوم يا اخويا اغلي لي شويه كراويه وهبقى زي الفل. ماشي، بس عشان خاطري كلك لو. جميلة اهلا بيكم مرة تانية، وفي الفاصل الاخير والجزء الاخير من سهرة النهاردة لسه مكملين كلامنا عن الفتوة، وبتنضم لنا جميلة نجلاء بدر. اهلا بيكي. ازيك يا حسام، اخبارك ايه؟ مبروك على المسلسل. اهلا وسهلا بيكي. وكل سنة وانت طيبة عيد سعيد. وطبعا مي عمر وياسر جلال اهلا بيكم، شرفنا. اهلا بيكي. جميلة الجميلة. جميلة الجمالية، جميلة الجمالية، أنا عاجبني إن فيها سجعة شوية، جميلة الجمالية. لا يعني إحنا طبعًا من المحتفلين معاكم بمسلسل الفتوة، بس أنا في الأول عايزة أحس أنتِ إحساسك إيه بالمسلسل وبالدور اللي أنتِ عملتيه؟ أنا فرحانة بالمسلسل كله. بداية طبعًا من أستاذ حسين منباوي بصراحة يعني هدية. بجد هدية. ومدير التصوير وهاني سرحان استاذ ياسر ومعي واحمد صلاح، يا جماعه كلهم حلوين قوي. لا بجد فرحانه ان في عمل متكامل، يعني دايما بنقول ايه العمل بيطلع فيه كذا حد كويس والباقي مثلا ما انقذوش. لكنك تلاقي عمل متكامل، صوره، قصه، اخراج، تمثيل، شخصيات محوريه كلها يعني، شخصيات حلوه غنيه كلها محاور اساسيه. لا انا مبسوطه بيه قوي، فرحانه. طب احكي لنا كده، اول ما الورق جالك امتى؟ هو استاذ ياسر اول واحد. انت اول حد عند كل حد ولا ايه؟ هو اكتر ده فتوة بجد؟ ده فتوة. دول نجلاء تحديدا يعني، احنا مي كانت القضيه منتهيه من البدايه يعني، لكن دور نجلاء تحديدا كان دور مركب وغريب وصعب، وعايز ممثله يكون عندها مقومات معينه، دي واحد. اتنين يكون عندها تقل كده في شخصيتها. نجلاء كمان ما شاء الله وصلت لمنطقه في التمثيل، مش عايز اقول دي خبره نجلاء ولا هي موجوده من عندك، بس انت بجد بقيتي في منطقه في التمثيل بتعملي حاجات صعبه وبتعملي حاجات فيها عمق وحاجات مهمه. فكان جينا مع الاستاذ حسين فكلمنا نجلاء وقلنا لها يعني عايزين نجلاء في الدور، فكلمنا نجلاء. نجلاء كان عندها شغل ومش عارف ايه وكده، قلت لها نجلاء انت فين؟ قالت لي انا في البيت. رحت واخد الاستاذ حسين ورحنا رايحين لها البيت. الموضوع واحد اتنين تلاته، انت هتشتغلي يعني هتشتغلي وبتاع. ونجلاء كمان ايه يعني عشره عمر، يمكن كنا نعرف بعض زمان، كانت هي في بدايتها في الاول وكده، بين بقى هي بقت مذيعه وبعد كده مثلت وبعد كده بعدت شويه وبعد كده رجعت بقوه، فاتقابلنا بقى من جديد. ففي صداقه وود من زمان يعني. فقلت لها نجلاء بصراحه انا عايزك في الدور ده، وكان الاستاذ حسين مقتنع جدا بيها يعني، حتى شركه الانتاج نفسها شركه سينرجي يعني قالت لك يا ريت نجلاء وكده في الدور. فجينا قلنا لها، فهي حبت الدور لما حكيناه وقرت الجزء اللي كان مكتوب ساعتها
اتحمست جدا جدا واشتغلت يعني. انا بحكي الجزء الخاص. لا انا بالعكس مبسوطه من انت بتقوله، كان نفسي اسمعك بتتكلم عني. هتكلم والله مبسوطه والله. ايه ده؟ طب هاتي حاجه. يا انا مش هتكلم عن نفسي بحلاوتك كده. انا والله نفسي اتكلم عنك على فكره. خلي بالك جميله معجبه بحسن يعني فقله. الجميله كانت بتحب حسن وبعدين اتجوزت عزمي. ده الحب الاساسي، ده الحب الاساسي طبعا. واتجوزت عزمي والناس اتخضت. اما الناس تتخض لازم تتخض، ما احنا بنعمل دراما ليه؟ عشان نخض الناس. بنعمل دراما عشان نخض الناس. لا بس انت مشاهدك مع مدام انعام سلوسه وانت بتحاولي توصلي لحسن وهي يعني ما شاء الله جميله يعني. انا كل بحكي لك حاجه بس هحكيها تاني. كان في مشهد اول ما بقابل حسن في الحاره لما بترجع جميله الحاره، فبقابله هو والحاجه حوريه او مامته يعني اللي هي مدام انعام، فهي ماشيه في الشارع فبقول له الف سلامه يا سي حسن. قالت لي الف سلامه، هو كان عيان ولا ايه؟ فاكر المشهد ده؟ احنا ضحكنا يعني. عايز اقول لك وقعت على ما كانش في موجود. ما كانش موجود مش مكتوب. مش مكتوب. اتفاجئنا بيه انا ونجلاء فضحكنا بجد يعني في ال لا هي استاذه انعام عامله دور فظيعه جميله. كلنا بنحبها. هي قمر قمر بجد. وعجباني الحاله ما بين يعني عجباني الست اللي هي خايفه على ابنها قوي ودي ما بتزهقيش برضو. ودي مش دي العروسه، لا يعني مش دي اللي هتتجوز يعني. بس اسمحي لي نجلاء لو قطعتك انا اسف، ويا ريت توافقيني يا مي. بتشوفي نجلاء لما بتمثل في التصوير بين الشوت والشوت بتبقى عامله ازاي؟ بتبقى في الشخصيه. ما مش عارفه ليه ما بتردش عليكي الا بالشخصيه. وبعدين يجي ايه لدرجه احمد صلاح كان ساعات يزعل. تقول له لا انا ما بحبكش انت، انا بحب حسن. يا نجلاء احنا لسه ما بدناش تصوير. لا انا جميله ما تقوليش يا نجلاء. يا نجلاء بجد فاكره تتقمص يعني. عايز اقول لك على حاجه، عايز اقول لك على حاجه لذيذه قوي. قعدت فتره بعمل مشاهدي مع عزمي اقول له يا سي حسن. لا 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 وحياة ربنا انت عارف الموضوع ده. اللي في القلب في القلب. هو هو بقى بيتنرفز عليا. ايه الاخبار يا ليل؟ اللي في القلب في القلب. انت عارفه ان انا خدت بسبب الجبونيه في بطني من مايا عمر في مشهد من المشاهد ده بجد؟ ما انا عارف. المشهد ده بيقول لي ايه دي جميله؟ اللي هو ايه علاقتك بجميله لما لما عزمي جه لك على المحل؟ لا لما كنت واقف، هي كانت واقفه بنتكلم مع بعض فدخل عزمي. دي جميله يا حسن؟ كانت هي بقى هي اخته، فواقف انا في ظهري كده قلت لها مش جميله. لا دي جميله وبتاعته. طب امشي دلوقتي وبعد كده هنتكلم. طيب. كان حصل مفارقه انها معايا فلابسه بقى اليشمك فمش باينه. فقول لها مش جميله. انا قلت له مين جميله دي؟ فبعد ما مشي قلت الحمد لله مشي، لقيت تب راح ضرباني بنيه. مين جميله؟ مين جميله دي؟ قلت لها جميله انت مالك ومالك بتصدقيها؟ ايه ده هي البنيه كانت يعني على فكره اشتكى قال لي يعني كانت متقمصه كمان كانت البنيه كانت ضربت البنيه. البنيه كانت جامده شكلها ده فجاه ده غل ولا اي تمرين ولا اي جيم ولا اي حاجه مفيش. ما هو اصل المسلسل كله فيه نبوت وضرب بالنبوت، يبقى خلاص يبقى الممثلات كمان احنا كمان لازم نضرب. احنا كمان نضرب. طب نجلاء فكره التقمص اللي بنتكلم عنها، ان انت كنت بتصوري مسلسلين في وقت واحد والشخصيتين مختلفين عكس بعض تماما. دي احلى حاجه ان هما مش محمد رمضان و انا ابتديت مع بعض فعلا. الاثنين ابتدوا مع بعض معايا بس الاثنين مختلفين تماما يعني. اولا هقول لك على حاجه مهمه جدا، عنصر اللبس مهم جدا بالنسبه لاي ممثل يعني. مهما كان انا لما بروح اللوكيشن وبعمل مكياج جميله وطريقه لبس جميله وبلبس الشبشب بتاع جميله، غير لما بروح عند محمد سامي واعمل لبنه هادية ومنكسرة لبسها واسع، شعرها مهندم، ما بتحطش مكياج. فاوريدي لما تبص لنفسك في المرايه انت رحت في حته تانية يعني. على فكره ده مهم. يعني كنت ساعات مثلا مهتمش قوي بالكاركتر بتاع الشكل، لا على فكره الشكل بيأثر يعني. وانس ان انت تلبسي يعني اكيد ياسر لما بيلبس لبس الفتوه ويمسك النبوت بيروح في حته تانية. اكيد بيروح في حته تانية. فانت بتدخل لوكيشن تتقمص الشخصيه شكلا الاول، وبعد كده اللوكيشن كمان بيفرض عليك انك تدخل الحاره في الجماليه، غير لما تدخل في المنطقه الشعبيه او في البيت الشعبي عند محمد رمضان او عند محمد سين الشرابيه. الوضع بيختلف، الحاله بتختلف اوريدي، بتاثر على نفسيتك. هما شخصيتين مختلفتين تماما، ما يجوش جنب بعض، ما فيش مقارنه. وده احسن لي يعني، هما مش قريبين من بعض، ده احسن لي ان انت تقدر تعمل سويتش سهل انك تقدر تعمله. لو لابسين مع بعض او قريبين من بعض ده خاف منه. طب احنا هنخاف بقى دلوقتي بجد. ليه بقى؟ ليه بقى؟ عشان احنا عزمي جاي ولا ايه؟ ده كبير. لا ابو عزمي ده سيد اللبان شخصيا معانا على التليفون. الفنان الكبير طبعا استاذ رياض الخولي معانا على التليفون. اهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير.
مساء الخير يا مدام لبنى، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، الله يخليك. وانتوا منورين، وياسر باشا منور، ومي انت اللي منور يا قيصر، منور المسلسل كله. وحشتنا يا استاذ رياض. ده نورك يا مبدع يا جميل. ومي بتقول لك وحشتنا يا استاذ رياض. وانا كمان والله انا الاستاذه نجلاء بتقول لك وحشتنا يا استاذ رياض. كل الكاست وحشني والعمل جميل يا ياسر. دي انت يعني بسم الله ما شاء الله عليك منوره. ده بركة وجودك يا استاذ رياض، ورضا ربنا طبعا قبل كل شيء. انت طبعا يا حبيبي، ونعم بالله ونعم بالله. استاذ رياض زي ما وحشتهم بقى احنا كمان بنقول لك انت وحشتنا. كنت فين وايه الغيبة الطويلة دي؟ يعني من سلسلة دم ورجعت لنا رياض الخولي اللي احنا عارفينه، الاستاذ رياض وواقف مكانه وثابت مكانه، واشتقنا لك. يعني مستنيين ادوار من دي كتير. مبروك على الدور العظيم والمسلسل يا حبيبي. ده انا متشكر ليك جدا، والبركه في كل فريق العمل، من المؤلف هاني سرحان لحسين المنباوي لكل العاملين بالمسلسل. الحقيقه يعني كان قص فيه محبه، وياسر بيضفي على الجو العام روح كده جميله، انسان محترم زي ما بيقولوا الانجليز كده. بيقول لك المثل الانجليزي يقول لك لايك فازر لايك سن، الولد لابيه رحمه الله عليه مجال توفيق، وده كان استاذي طبعا. الو؟ ايوه معاك يا استاذ رياض. فكان روح العمل. انا بحب ياسر جدا، بعتبره اخويا الصغير. ورامي يا استاذ رياض وانا سعدت بالعمل مع ياسر، ودي يمكن تاني مره نشتغل. عملنا قبل كده حاجه اسمها سعد اليتيم، وكانت بطولته. الشغل مع ياسر ممتع ممتع. ده انا اللي شغال معاك يا استاذ رياض. احنا ايه والله، وكل القوالب نامت والانصاص قامت. الله، ده انت الاستاذ الكبير يا حبيبي. العفو العفو، ده انت اللي جميل يا ياسر. ربنا يزيدك من نجاح لنجاح. والمسلسل بسم الله ما شاء الله مسمع بشكل جيد ومحترم، وتحياتي لكل العاملين بالمسلسل، وعلى رأسهم مهندس الديكور ومدير الإضاءة والمخرج. الحقيقة عاملين يعني صورة عبقرية. وطبعا مي جميلة الجميلات، يعني رائعة رائعة. أحمد صلاح حسني رائع، كل الأحمد خليل أستاذنا، ونجلاء بدر بقى عشان نجلاء معانا. هي أنا كان نفسي أمثل نجلاء معاكوا. أنا معلش أنا مش قدام التلفزيون حبيبتي يا نجلاء، ده أنت أمرايا. أنت اللي قمر، أعمل فيك إيه دلوقتي؟ أنا عايز أعيد المسلسل من أول وجديد. يا طب الجزء الثاني ممكن تجوزني عادي؟ لا احنا موجودين كده تمام. انتوا الثلاثه كده الجزء الثاني ممكن تجوزني عادي، انا موافق. يا حبيبتي انت جميله يا نجلاء، وبسم الله ما شاء الله عليك، منوره 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 حبيبي. ربنا يخليك، انت اللي نورتنا بجد، دايما منورنا. وماله، ربنا يزيدكم ومن نجاح لنجاح يا رب. ربنا يخليك يا استاذ ان شاء الله. نشوفكم دايما على خير، ونشوف حضرتك تعملنا حاجه اقوى، ونشوفك دايما بالطاقه الجميله. شر وبتاعت السكاكين اللي هو السكينه ايه، ما سنهاش قوي عشان في سكاكين تلمى للارواح بتلمى. كلام جامد قوي يا استاذ رياض بصراحه. يعني لا، وبعدين دور الاستاذ رياض بيعجبني ان هو ايه، هو بيقول لك انا ما نسيتش ان انا جزار، وابويا جزار بيحب يذبح بايديه ويقطع اللحمه، هو فتوى كبير عنده ناس تخدمه. لا استاذ رياض بصراحه عامل دوره ببراءة، وما في الواحد ما قابلش حد حتى في الشارع الا والناس بتقول لك ايه الجمال اللي عامله الاستاذ رياض الخولي. وطبعا الاستاذ احمد خليل طبعا، بس طبعا يعني الاستاذ رياض بجد انت عامل دور عبقري كعادتك. يعني قوي. احنا طبعا بنشكر الاستاذ رياض الخولي على وجوده معانا. سيد اللبان طبعا. حتى الاسامي عجباني قوي. اختيار الاسامي برضو كان في الاسامي الشخصيات حلوه قوي. مختلفه يعني، مختلفه ليل وجميله وسيد اللبان وشكر وسكر يعني في اسامي كده تحس انها حاله مناسبه للعصر بتاعها. بالظبط بالظبط. طيب عايز اروح معاك لنقطه بقى مهمه. بس قبل ما نروح بقى اللي كنا بنسال عليه. طب ناجل السؤال بقى. لا استنى. طب قولي الو. الو، ازيك يا مدام؟ يا مدام خلاص تمام، معاك المايك بقى وتمام. اتفضلي اتفضلي يا مدام، اتفضلي ردي يا مدام. الو. الو يا مي. الاول عايز اقول لكم لا 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 المخرج محمد سامي منورنا، الف مبروك على نجاح البرنس ومشرفنا، اهلا بيك. ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب. عيد سعيد. وعيد سعيد عليكم كلكم. عايز بسرعه عشان ما اطولش عليكم، عايز مبدئيا كده اقول ان انا
انا استمتعت بمسلسل الفتاوى بكل حاجه فيه، بكل تفاصيله، بمؤلفه، بمخرجه، بمدير تصويره، ببطله المحترم الموهوب النجم ياسر جلال. الله يخليك يا استاذ سامي، بجد يعني انا من جمهور ياسر بصراحه. يا حبيبي ده انت اللي استاذ كبير. التمثيل عنده مدرسه في التمثيل عامله زي الاجانب كده، كل اقوى حاجه تتقال ببساطه وتتعمل ببساطه ومشاعر وطب. والراجل ده بجد يعلم الممثلين كلهم فكره ان انت عمرك ما تقف عن ان انت السعي. بص الراجل النهارده هو بيعمل ايه، والنهارده هو رجع لمكانته ولبطولته ولكل حاجه. فبجد شافوه ياسر جلال بصراحه. ومي اخبارها ايه؟ ميرسي يا استاذ محمد جدا. لا مي دي ايوه دي عينيا الاثنين. الله سيدي الله الله. حبيت الدور قوي بجد اللي هي عملته، لانها بجد فاجئتي. وانا مي انا مؤمن بيها من وهي في جامعه امريكيه، من وهي بتمثل على مسرح الجامعه، واول مره شفتها عارف ان هي موهوبه وان هي شاطره. بس التطور اللي هي كانت فيه في الفتاوى مخليني متغاظ من حسين المنكباوي بصراحه. ناوي نور بصراحه بامانه، متغاظ من حسين ومن ياسر بصراحه. قعدوا يقولوا لي هنطلعها احسن ما بتطلع معاك، وعملوا كده فعلا وطلعت احسن فعلا. تزني شويه. بس انت شجعتها ولا كنت قلقان؟ لا بصي اقول لك الصراحه، اتفضل. انا ما كنتش قلقان لسببين. السبب الاولاني ان هي النهارده اكسبرت، عندها خبره كويسه جدا. والسبب الثاني ان مين الكرو والكاست اللي معاها. صحيح. دي حاجه مريحه ودي حاجه مريحه. هي النهارده عندها خبرتها وعندها تعاملاتها. الحاجه الثانيه انا عارف ان الممثل اللي بتلعب قدامه الدور انه ممثل قوي، عارف ان احمد صلاح قوي، عارف ان نجله شاطره جدا قوي، عارف ان المخرج متمكن. فانا مطمن ان هي في مكان صح اكيد. اكتر مشهد حبيته المي ايه؟ انا نسيت اسال السؤال ده. نسيتي تسالي السؤال ده؟ بساله. حبيته قوي اول مره لما 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 عرفت ان هو المتلتم وراحت له المحل النحاس. ده كانوا لسه اول مشهد عملته. اول مشهد عملته في المسلسل، تخيل. لا بجد؟ اول مشهد. لا ما اعرفش ان هو اول مشهد، بس انا عجبني قوي الروح اللي بينهم. وبعدين لينا وقع ضحكتني قوي، كنت بتفرج انا وهي على المشهد، وبعدين قلت لها مي ياسر شكله زي القمر، قالت لي ياسر شكله زي القمر. صحيح يعني. ايوه صحيح يعني. عارف فبيقول لي عندك حق. بيقول لي ايه؟ ياسر شكله زي القمر. قلت له ياسر شكله زي القمر، انت مش شايفني؟ اكيد انصدمتي. اكيد انصدمتي. ينفع كده؟ طيب لا نجله بس لسه هسالك بقى نجله، لانها معاك يعني طبعا في مع النجم محمد رمضان لبنى في البرنس. لا هو فالفرق ايه بقى؟ اقول ان انا طالعه على ايد محمد سامي. لا اختي بجد دي بدايتها يعني. صاحبتي وانا اكتر حد بيضحكني في التصوير في حياتي نجله بصراحه. نجله بتيجي تعدي على المسلسلات كده تضحكنا وتمشي. لا لو سمحت لي يا سامي اشكرك واحييك على نجاح الساحق لمسلسل البرنس. بجد ودي عادتك كمخرج انت. لسه الاستاذ طارق الشناوي كان الناقد الكبير كان عامل مداخله وقال فيك طبعا كلام ان بيقول لك انك انت عندك الحس ازاي عارف الجمهور بيحب ايه. مظبوط. يعني بتعرف ازاي تحس بالناس وتقدم لهم حاجه هم بيحبوها وينفعلوا بيها. فبجد بحييك على مسلسل البرنس، وانت راجل جدير بالنجاح بجد. انا بجد بخليك يا رب. ربنا يخليك يا رب بجد. وببارك طبعا للنجم محمد رمضان ولاحمد زاهر ولنور عامله دور هايل. على حاجه يا اسم محمد بامكانه يخلق من جمله اي حد بيقولها بطل. والله بجد. لا مخرج كبير. من جمله حضرتك تقول جمله. رب ده كلام. انا متصل ابارك لكم انتوا، اقول لكم بجد اسعدتنا واسعدتوا جمهوركم، وبجد يا رب دايما ناجحين ومكسرين الدنيا وروحكم حلوه، ويا رب دايما يا ياسر ناجح كده ومكسر الدنيا كعادتك. حبيبي ربنا يخليك يا محمد، متشكر جدا جدا على ذوقك. محترمه ومهمه. ربنا يخليك. مبروك يا ميوسه ومبروك يا نجله وعيد سعيد عليك. مبروك عليك انت كمان يا حبيبي بجد. ويا رب دايما في احسن حال، وبجد اسعدتونا. ربنا يخليك. باي باي. اتفضل. جميل. شكرا جزيلا. متشكر. معانا تليفون تاني؟ يلا معانا تليفون تاني. معانا الفنان ضياء عبد الخالق كبير المشاهدين. فرج معلم. يا مساء الفل. ده عمر. مساء الخير. ايه الحلاوه دي؟ لا هو عامل شغل جامد اصلا، هو اليومين دول اخد السكسي كله على فكره. يعني انا مش عارف اقول لك مبروك على الفتوة ولا على الاختيار. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك بجد. يعني احنا انبسطنا جدا في الدورين، زعلنا شويه في الاختيار، بس ما دام زعلنا يبقى اكيد انت نجحت. يبقى
وزعلنا برضو في الفتوة يعني، بس يعني حسن الجبالي خد بحقنا كلنا. استاذ ضياء ده ممثل جوكر يعني، ممثل تحطه في اي في اكتر من دور ويبرع فيه بجد. صحيح. يا اهلا بيك يا استاذ ضياء، والف الف مبروك على المسلسل. يا اهلا بيك يا استاذ ياسر يا صديقي العزيز، واهلا بكل الزملاء اللي معاك. انا مش عارف مين معاك. مي عمر والاستاذه نجلاء بدر. يا مي يا نجلاء كل سنه وانت طيب. حبيبي وانت طيب. الف مبروك. انت الالف مبروك بجد قمر بصراحه في المسلسلين، مبروك عليك. الله يبارك فيكي. كلمنا بقى عن دورك في الفتوة. عايزين بقى. انا شايف تيجي تقعد يا جماعه، خدنا كرسي. ما كانش بيتكلم، ما كانش بيتكلم. انا في اول الحلقه ببقى ايه، عندي حاله رهبه. انتوا بتكسروا فيها رهبه، بتضربوا. سايبين لك الموضوع. سوري يا استاذ ضياء، اتفضل. لا اتفضل يا معلم فرج بقى، كلمنا عن معلم فرج، عملته ازاي؟ يعني انا عملته ازاي؟ عملته زي ما طلع في التلفزيون. انا مش عارف انا عملته ازاي. تحضيره، شغله، كلامه، افهاته. طبعا دور صعب جدا جدا جدا، واصعب حاجه فيه اني بحب ياسر جلال وبحب احمد عزمي وبحب كل الناس الزمايلي اللي في المسلسل، وبقتش عارف ازاي اعمل ان انا بكرههم وانا بحبهم كده. ودي كانت الصعوبة في الدور الحقيقة. لكن العمل بشكل يعني عام. عزمي طبعا عزمي. انا برضو عزمي ده لازق في دماغي، كل ما اجي اقول احمد حسني اقول عزمي. ازاي حسيت بقى بردود الافعال والكلام عن المسلسل؟ طبعا قصه الاداء والادوار كلها، لكن كصوره، كديكور، كملابس، اللي هي الناحيه اللي فيها ابهار دي، شيء رائع، شيء رائع وجميل. احنا كنا في الديكور مش عايز اروح بعد ما خلص، مش عايز اروح. المكان ساحر. احمد عباس صابر عامل حاله رائعه، واسلام عبد السميع عامل صوره حلوه جدا، وحسين المنباوي استاذ عظيم واستغل ده بشكل رائع. بس كمان طبعا يعني ما اقولكيش، هو في الحاله دي كل العناصر دي هي اللي بتدخل الممثل يعيش في الشخصيه ويعملها صح. يعني لولا العناصر دي الممثل ما يعملش حاجه. طب بمناسبه انك بتعيش في الشخصيه بقى وتعملها صح، دلوقتي احنا شايفينك كبير المشاهير بيتخانق مع حسن الزناتي والضرب بالنبوت. ده كله بقى كان حسن الجبالي. ده كله بقى الضرب الصح يعني. كلمنا برضو عن المعارك وشغل النبوت بقى. خبطني خبطه كده. انا حاسه، انا بسال عشان كده، خبطني خبطه بجد كده. حاسس في حاجه عند رجلي دلوقتي. ما انا عشان كده ساب السؤال. والله خبطني خبطه كده. صح يا استاذ ضياء، صح يا استاذ. كانت في بطنك برضه؟ كانت في كمان. بطنك شالت كتير في المسلسل. استنى استنى، انا بقول لك وانت كمان عملت حاجه، شكلك ضربت برضه. حقيقي ودلتني واحده في ظهري فضلت ورنا يومين. ده كان قصده على فكره شكله. طب انا عايز اسالك سؤال بقى، انت كان في حوار حصل معاك واتكلمت على فكره التقمص، وان الممثل مش محتاج يخش جوه الشخصيه قوي عشان ما تاثرش عليه نفسيا وما تاثرش على حياته الطبيعيه. هل وقلت ان انت في المدرسه دي، والمدرسه دي مختلفه عن مدرسه احمد زكي، وقلت ان انت شايف ده يقدر يساعد الممثل، ده ساعدك ان انت تفصل ما بين دورك في الاختيار والفتوه؟ انا اقول لك بالظبط ايه اللي انا قلته. انا قلت في مدرسه تعتمد على التقمص، تقمص الشخصيه، ودي احد مدرسه في ناس بتشتغل بيها، اشهرهم اشهر الممثلين كانوا بيشتغلوا بيها الاستاذ الراحل احمد زكي. مظبوط. مدرسه طبعا بتدي نتيجه رائعه، لكن انا لا احبذ، ما بحبش اشتغل بالطريقه دي، بطريقه التقمص، لان من وجهه نظري انه التمثيل مساله فهم ووعي، من روح البني الممثل. والحرفه بتخش بجزء كبير جدا. مع كل العناصر اللي قلنا عليها، الاضاءه، الديكور، الملابس، تخيل الممثل للشخصيه والتاريخ الشخصيه، الممثل بيتخيل تاريخ للشخصيه عشان يبتدي يفكر هي ممكن تبقى، وده بيبقى في الباك جراوند، في خلفيه ذهن الممثل. في طريقه ثانيه ممكن تجيب نتائج كويسه. الطريقه الاولى طريقه تقمص مرهقه ومتعبه للممثل نفسيا، وبيبقى محتاج كل ما يخلص دور محتاج يروح لطبيب نفسي. طبيب نفسي او دكتور نفسي. ده يجي لي انا معالج. يجي لي انا عالج. يجي لي انا عالج. حسن الجبالي احتوى الحاره كلها، احتوى الجماليه. والله وحشني يا حبيبي.
وانت وحشني وابدعت والله العظيم بجد. انت بجد في دور فرج ده ابدعت فيه. ربنا يخليك. انا حابب اشكرك على الهواء قدام كل الناس بان انت ساعدتني ورشحتني للدور ده وبشكرك، وبشكر استاذ حسين انه وافق على الترشيح ده، وبشكر يا استاذ ضياء. انا بخدم نفسي، انا مش بخدم واحد صاحبي وحبيبي، لا انا بخدم نفسي وبخدم المسلسل، لانك انت ممثل كبير وفنان كبير. ربنا يخليك يا ياسر، انت انسان رائع وصديق قديم وعشره عمر طبعا، وربنا يديم المحبه يا رب. طيب احنا بنشكرك شكرا جزيلا استاذ ضياء عبد الخالق، شرفتنا ونورتنا، والف مبروك على الاختيار والفتوه. ارجع بقى السؤال اللي انا كنت عايز اساله لك. اتفضل سيادتك. فكره البطل الشعبي موجوده كتير جدا في الموروث الثقافي المصري، في السير وفي الحكي، وكمان على الناحيه الثانيه في الادب العالمي زي مثلا روبن هود اللي كان بياخد من الاغنياء او بياخد من الناس اللي بتفتري على الناس عشان يوزع على الغلابه. وعندنا في مصر في علي الزيبق، وعندنا يعني فكره البطل الشعبي موجوده ومترسخه. فكره ان انت تقدم بقى البطل الشعبي ده من المنطقه اللي انت لعبت بيها الدور اللي كنا بنتكلم عنها، فكره الهادي اللي مش غاوي ان هو يستخدم نبوته، بس في نفس الوقت بيتلتم وبيعصي كلام امه اللي حلفته على المصحف. هو لا، هو مش بيعصي كلام امه، لان هو ما واجهش الفتوه في البدايه مواجهه مباشره، دي فيها وعليها. لان انا لسه ابني جلال سالني السؤال ده امبارح، بيقول لي يا بابا يا بابي، هو مش هو راح ضرب فرج خد الفتوانه؟ طب هو كده ما سمعش كلام مامته؟ كده ما سمعش كلام مامته؟ قلت له يا حبيبي، هو شاف في خطر جاي على مامته وعلى الحاره، فلما عمل كده حمى مامته وحمى بنته. بس ما ينفعش ما نسمعش كلام مامتنا، لازم تقول له كده. في ناس بتتكلم بتتفرج دلوقتي. فالمهم انا اسف، معلش، انا عايز ابعت تحيه لبنتي ادريه، لان انا اتكلمت المره اللي فاتت عن جلال وهي زعلت. فبنتي ادريه حبيبتي انا بحييها وبقول لها انت حبيبه قلبي، وانا لسه اجيب لها هي وجلال كل واحد نبوت من المسلسل. يعني هتعلمهم بقى في البيت. هتعلمهم ضرب بالنبوت. هعلمك يعني. هو شخصيتنا مش شخصيه بطل شعبي بالمعنى المتعارف عليه قبل كده، لان كانت البطل الشعبي زي ابو زيد وكده وكده بيبقى اسطوري شويه. احنا الشخصيه تحسها من لحم ودم، قوي، اقرب للناس. اقرب للناس، يعني هو مش بيعمل حاجات اسطوريه. ساعات البطل الشعبي ده كانوا زمان يخليه مش عارف ايه، ممكن يزق الحيطه، ممكن يهد يعمل كذا. لا، هو بطل شعبي في اخلاقه، في سلوكه مع الناس، في حبه لاهل حتته، في سلوكه مع امه، مع حبيبته لما حبها، مع جميله الانسانه اللي تربوا مع بعض وهي بتحبه من طرف واحد، كان ازاي هو فاهم ده، بس بيتعامل معاها ازاي. هو اخلاقه هي كانت البطل، سلوكه مع الاخرين هي دي كانت بطولته، همه بالناس. يعني مش شرط انت تكون مسؤول علشان تخدم المجتمع، انت ممكن تخدم المجتمع من موقعك. هو حسن كان بيعمل كده، حسن مش عايز الفتوانه بس كان بيخدم الناس ويخدم اهل حتته. فكان بطل شعبي له ما له وعليه ما عليه، وكان مش اسطوري، يعني كان طبيعي. راجل قوي طبيعي بيعرف يضرب بالنبوت، ممكن في لحظه الناس تتكتر عليه ما يقدرش يتصرف، ممكن في لحظه في مواجهه ينتصر. فهو الاخلاق هي اللي كانت البطوله جايه من اخلاقه وسلوكه، مش سوبر هيرو امريكاني يعني. بالظبط كده، بالظبط كده. طيب خلونا اسمحوا لنا بقى، اكيد انتم مهتمين برضو تسمعوا دايما راي النقاد، وسجلنا كده مع عدد من النقاد، خلينا نشوف رايهم ايه وتقييمهم لمسلسل الفتوه. على مستوى التمثيل برضو هنلاقي ان هو كان يمكن في تفاوت شويه في الاداء، لكن انا حابب يعني اشيد ان في عندنا ثلاث اسماء من جيل قديم، لكن قدموهم في المسلسل بشكل انا كنت شايف ان هو اضافه كبيره قوي للمسلسل، اللي هو الفنان احمد خليل ورياض الخولي وانعام سادوسة. الثلاثه كانوا اضافه حقيقيه للمسلسل، ومشاهدهم كانت من اجمل المشاهد حتى لو كانت مشاهد قصيره، وبالذات يمكن احمد خليل اللي كان بيديني ايحاء ان هو فعلا لما كان شاب ده كان ممكن يكون واحد من الفتوات بتوع المنطقه، وممكن يكون فعلا كان حد بينزل يتعارك بالنبوت بتاعه في منطقه زي كده. انا بشوف ان استاذ ياسر جلال موفق للغايه في تاديه الشخصيه، وطبعا هو كان عنده مأزق اكيد كممثل ان هو بيقدم دور فتوه سبق وتم تقديمه عشرات المرات على الشاشه المصريه سواء في السينما او في الدراما، فطول الوقت وانا بتفرج هفتكر استاذ الراحل الفنان الكبير نور الشريف، هفتكر
الفنان محمود مرسي، افتكر القدير صلاح قابيل، كتير قوي من اللي قدموا الفتوه في قصص. طبعا عزة العلي ربنا يديله الصحه اللي قدموا شخصيه الفتوه في الدراما سواء سينما او تلفزيون. ولكن الحقيقه ياسر اقدر اقول ان هو عمل التركيبة الدرامية للفتوة بطريقته الخاصة جدا، لا توجد انفعالات مبالغ فيها للشخصية، انفعالات محسوبة بدقة. أحمد كان معتمد على الشكل الشيب الجسد أكتر، والصوت صوته طول الوقت كان بيوظفه سواء في المشاهد اللي ممكن يبقى فيها غضب أو انفعال، اجتهد أنه يعمل لازمة اللي هي الله، الكلمة اللي كان بيقولها طول الوقت بيستخدمها معاه في المشاهد، فهو اجتهد أنه يعمل لازمة بالشكل ده للشخصية. السيدة القديرة أنعام سلوسة في كل مشاهدها مع حسن، انا شايفه ان ومشاهدها طبعا مع نجله بدر الحقيقه استاذه انعام سلوسه مفيش كلام وفيها حقها، ممثله من طراز رفيع جدا ومميز للغايه، كان ظهور لطيف جدا الحقيقه ومفاجئ من حسين المنباوي لفريده سيف النصر الشيخ احمد، ودي تركيبه انا شايفه ان هي من التركيبات اللي كان ممكن استغلالها جدا في الدراما. طيب انا عايزه اقول لحضراتكم على حاجه، واحنا بنسمع لراي النقاد دلوقتي في الاستوديو، نجلاء كانت بتتكلم على المزيكا، مزيكه المسلسل والخلفيه وكده، يعني برضو يا جماعه بجد تركيبه المسلسل ده كلها حلو والله العظيم، كلها حلوه كل حاجه، يعني حتى قرفه التصوير حلوه، ياسر قرفته حلوه على فكره. لا في حاله، في حاجه اللوكيشن الديكور بجد كل حاجه، يعني انا برجع ده طبعا للشركه المنتجه انها وفرت كل الامكانيات بجد، شركه سينرجي وفرت فعلا امكانيات كثيره، ده حقيقي وفرت كل اركان النجاح للعمل ولكل الاعمال اللي عملتها السنه دي بصراحه. ويرجع كمان لمخرج مهم قوي، مخرج يعني انا بجد بشيد بحسين منباوي ان عنده احساس بحاجات معينه واختيارات معينه، فيعني في تركيبه كده حلوه، يعني كل حاجه حلوه، مش قادره اقول. طيب بس ان لما سمعنا من شويه ان ياسر كان الخوف انه يتحط في مقارنه ما بين فنانين كبار عملوا دور الفتوه قبل كده، انت برضو يا نجلاء ما خفتيش موضوع المقارنه ان قصه البنت الحاره وبتعمل ايه؟ هقول لك على حاجه، بدايه الكلام خالص لما جيت قعدت مع ياسر وقعدت مع استاذ حسين كان كلامنا مين هي جميله، خلي بالك ان العصر ده مش موجود له صور، مش موجود له فيديو، العصر ده موجود له صور، بعض الصور ما هي صور متحركه عشان تقدري يبقى عندك خيال للشخصيه. طب مين اقرب الشخصيات اللي اتمثلت في السينما او اتعملت في الجميله؟ لان خلي بالك السينما ابتدت مبكرا عن الدراما، فمش حاسبين الدراما خالص. بنتكلم عن السينما عشان السينما ابتدت من ثلاثينات اربعينات خمسينات، فتقدري تدوري على جميله في الشخصيات. تمام. فاكر لما قلنا انها ممكن تكون تحية كاريوكا. بس انا ما كنتش عايزه ابقى تحية كاريوكا، لان مش هعمل تحية كاريوكا تاني. مش هقدر اعملها تاني، هي ما تقدرش حد يعملها، انت فاهماني؟ ما تنفعش تبقى سماره تاني، ما حدش يقدر يعمل سماره تاني، وبالرغم ان غاده عملت سماره، بس انا كنت عايزه اطلع بشخصيه جديده اسمها جميله في عصر الفتوات. تمام. فقعدنا نفكر ان انا حتى فاكر لما قلنا هل هي ممكن تكون تحيه كاريوكا، هي ممكن تكون مين في العصر ده؟ ما رضيتش اشوف نماذج من العصر ده معموله قبل كده عشان ما تاثريش، وبالتالي نعتقد ان ياسر نفس الحكايه، ما بصش على نماذج معموله قبل كده شخصيه فعلا كده. انت عملتي حاجه مختلفه خالص، لان كان نفسي اطلع بشخصيه اسمها جميله. بس انت تصنفي بقى جميله ايه؟ هل هي غازيه ولا رقاصه ولا بتشتغل في مكان محدد؟ يعني لان الناس على السوشيال ميديا كل حد بيتكلم على جميله بيتكلم عليها من منطقه، يعني ما هياش فتوه او عنده ورشه نحاس، وما هياش الغزاله، ما هياش بنت كبير الفتوات، ولا هي رقاصه برضه بالظبط. ما انت تصنفيها ايه؟ انا اصنفها ايه؟ لا بنت الجمالين بيزنقك. لا لا خالص خالص، احنا قاعدين بندردش. لا مش فاهمه، هي الرقاصه هي الغزيه يعني برضه الراقصه، هي كانت الراقصه في الاماكن الرقص في هذا العصر، يعني في ناس اتكلمت ان ممكن يكون ده حاجه جايه من بامبا كشر مثلا. على فكره انا بصيت على صور بامبا كشر وبصيت على بديع مصابني وبصيت عليهم كلهم، بس جميله حته ثانيه، جبتها من حته ثانيه، ما اقدرش اجيبهم هم، ما اقدرش اجيبهم هم، يعني ما قدرتش اجيبهم، انا ما عنديش. عملتي حاجه جديده، حلا ما عنديش ليهم فيديوهات اصلا، انت عارف ان دول ما لهمش فيديوهات، دول ليهم صور بس، انت مش هجيبهم شكلا. دي ميزه عشان انت خلقت حاجه جديده، انك انت تضيف من خيالك حاجات، يعني ما انا ضفت من خيالي على فكره. بقول لك لا يمكن ترجع لمرجعيه الشخصيات دي، لانها ما كانتش موجود لها مرجعيه، يعني انا لقيت حاجات لبديع مصابني رقصات كانت بترقص ازاي خلاص، وكان دايما الرقص الجزء الفوقاني كتاف، يعني كان اغلب رقصهم شويه معتمد على الايد مش جزء تحتاني خالص يعني، بس انا ما قدرتش اصورها انها حد منهم خالص، لاني ما لقيتلهمش فيديوهات عشان اقدر اقربهم، ما لقيتلهمش طريق. بديع مصابني ليها بعض الفيديوهات اللي هي بتتكلم فيها مختلفه تماما عن شخصيه جميله مكتوبه على الورق، هي مكتوبه على الورق.
طيب هي موجودة على الورق بس هي مش موجودة في الواقع في الواقع في أو في التاريخ. أنت خلقت لها واقع؟ خلقت لها واقع، خلقنا لها واقع بتفاصيل بشكل بطريقة وما شبهتهاش بحد، ما حبيتش زي ما جت سمارة عايزة تبقى فيه جميلة ما نبقاش تكرار أو امتداد لسمارة ولا امتداد لبديعة مصابني ولا امتداد لبامبا كاش، هي جميلة عشان هو في شخصيه نخرج من الحته دي عشان تخرجي من اي مقارنه. طيب مي، انا في اول كلامي معاكي قلت لك انت اتحطيتي في حته تانية خالص ومختلفه، لانك شفناكي على طول الوقت البنوته اللطيفه دمها خفيف والحاجات اللي هي الظريفه اللي تعودنا عليها منك في المسلسل. خط الرومانسيه طبعا واضح وبقوه، لكن الخط بقى بتاع التحول انه يعني مش الأسوأ بس الشدة والوقفة مع مرات الأب ومن بعد موت الأم، فبرضو الطاقة دي والتحول ده أنت اشتغلتي عليه إزاي؟ بس أنا أكتر حاجة تعجباني في الدور ده اللي أنت بتقوليه إن الدور مش ماشي في لاين واحد، لا هو في حاجات كتير مختلفة يعني هتلاقيه في الأول ماشي رومانسي بعد كده بيبقى عندها الحدة بينها وبين أخوها أو الصدام بينها وبين أخوها، بعد كده بيبقى عندها الانتقام وعندها لاين تاني مع سيد اللبان، فهي عندها لاينز كتير مختلفة، هي مش ماشية على نمط واحد. فدي من أكتر الحاجات اللي كانت عاجباني، بس كلهم متاخدين من شخصية البنت. تمام. يعني هي شخصية ليل من أول يوم كان مبين حاجات بتبين شخصيتها، يعني هي لما باباها رفض انها تخرج وخرجت غصب عنه وهو الفتوه الكبير ده بيبان البنت مش ضعيفه، تحدي البنت عندها ده بس لما جت الفرصه انه يبان بان بقى بزياده، يعني الحاجات دي بتبان لما يجي الموقف اللي يبينها. تحضير حاجه زي كده بيبقى ليها علاقه بنبره الصوت، يعني ادواتك بتبقى عامله ازاي؟ هي بتبقى كلها معتمده على احساسك من جوه. انت بتقري المشهد، انت تبقى جوه الشخصيه تبتدي تحسي هل ليل في حصل معها المواقف دي، عدت بكل المواقف دي بالذات ان احنا بنسبه كبيره جدا كنا بنصور بترتيب الاحداث يعني بنسبه كبيره، ده بيبقى افضل طبعا، ده افضل لانك بتوصلي في الاخر لما بيحصل حدث مهم بترجعي بذاكره ليل ايه الاحداث اللي فاتت قبل كده، ذكرى وفاه باباها مثلا فبتفتكري احداثها معاه، فلما بتفتكريها بتعيطي لانك فاكره مشاهده في تراكم انفعالات وفي حاجات سابقه. بالظبط. فده اللي بيخليكي تعملي المشهد بالطريقه دي او يخرج الانفعال بالطريقه دي. تمام. طيب احنا طبعا كتير واحنا بنتكلم كنت بتكلم على موضوع النبوت ومعارك النبوت والضرب بالنبوت والضرب الغلط اللي حصل او يعني اللي هو الايه عصايه تفلت كده عصايه تفلت بس معانا تليفون مفاجاه ليك دلوقتي الفنان والكابتن ومدرب طبعا قصه معارك النبوت. أيوة. مين تقول وتاخد على التليفون؟ يا كابتني كابتني يا مساء الفل كابتن محمد ابو النجا معانا على التليفون. اهلا وسهلا بيك، كل سنه وانت طيب وحضرتك طيبه وجميلاتك جماليه استاذه نجلاء بدر واستاذه مي عمر بخير ان شاء الله، عيد سعيد على الجميع ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. مثلت طيبه يا فندم مثلت ودربت وضربت والاجواء دي كلها ممكن تكلمنا عنها؟ والله الاجواء دي احنا بنحضر ليها بقالنا اكتر من سنه. انا والفنان العظيم استاذ ياسر جلال في تدريبات وجيم وعضلات ومعاناه، يعني بجد من احسن الناس فعلا اللي بيلتزموا بالرياضه وبيلتزموا في شغلهم ما شاء الله بجد، وهو مدربي كمان في التمثيل يا جماعه والله يعني انا اتعلمت على ايديه الضرب ده بجد ضرب النبوت كبيرة. بنسبة كبيرة طبعا في نسبة جدية بس طبعا ما حدش بيتأذي لان بيبقى في تكنيك ومصمم معارك انا اسف يا كابتن لو سمحت، هو كابتن محمد ونجا هو ممثل زميلنا وممثل معايا اكتر حاجة فاكتر من حاجة، وهو مدربي انا مدرب بعض زميلنا النجوم لا ابو النجا ماسك كل الناس اللي عايزه تعمل فورمه ابو النجا مصمم المعارك هو الاستاذ محمد عزب اللي هو مصمم معارك في الاستاذ فكابتن نجا كان بيدربنا انا يعني احنا كان في بينا تدريب وبيدرب النجم احمد السقا النجم محمد امام نجوم كتير انت بقالك سنتين مع ابو النجا انا بقالي 4 سنين كمان 4 سنين طب يا ابو النجا انا جاي لك بقى لا مؤاخذه كابتن انا جاي لك احنا جيران على فكره بس تمام فيعني هاجي لك بقى انا ما جاملتوش لان انا اول ما تعرفت عليه كابتن ابو النجا كان بيمثل
مظبوط. يعني ما كنتش عارف انه كابتن، كان في مسلسل ذهاب وعوده مع النجم الكبير احمد السقا، فانا بمثل كده فلقيت قدامي الكابتن ابو النجم. بعد ما خلص المشهد فاكتشفت ان هو مدرب كبير جدا ونجم في مكان التدريب وكده، وبعد كده رحت له بقى وانا بحضر لظل الرئيس. أي طب هنا بقى سؤال مهم، هو الكتله العضليه بتاعه الفتوه لازم تبقى ابو النجم دفنشه ولا هي الزمن ده كانت كتله مختلفه شويه؟ ما كانتش كتله قوي، خلي بالك لا يعني لا ما شاء الله انا مش يعني مفيش خشب في الاستوديو نمسكه، مش قادر افتح على ما فيش يعني ما يا راجل ده احنا بنتكلم ضربه نبوت في جنبك وبوكس من مي وما شاء الله يعني اسف ابو النجا خش ابو النجا بيزعل قوي على فكره وبيتعصب لما لا ما احنا ربنا يبعدنا عن عصبيته اتفضل يا كوتش. لا طبعا كتله عضليه كويسه جدا لان الناس دي عندهم خفه حركه، ما كانش عندهم يعني في الزمن دوت اسلحه كتير، كل السلاح بتاعهم نبوت اسلحه ابيض، فلازم يبقى حركته خفيفه ونشيط وقوي وبنيان قوي لانه مميزين عن بقيه الشعب يعني. فما شاء الله فعلا استاذ ياسر جلال الحمد لله تعب على نفسه جدا وظهر بمنظر الناس كلها شايفاه، ربنا يحميه طبعا، والكاست كله هايلين فاستنى البدايه مش عايز انسى حد طبعا، وجميلات الجماليه قاعدين هم متنورين، فالحمد لله كان الشغل جميل جدا وانا اكثر الناس المستفيدين منه يعني. انت نورت المسلسل يا كابتن، وانت على فكره مش بجاملك احنا مثلنا مع بعض في ظل الرئيس وما كانش الكابتن ابو النجا ترشيحي، يعني كابتن ابو النجا اللي رشحه الاستاذ ريمون مقار، استاذ محمد محمود عبد العزيز، لان استاذ محمد كان بيتمرن في الجيم معاه فرشحه في دور، والاستاذ احمد سمير فرد. في رحيم بقى بدانا لما لقيته ممثل كويس وممثل جامد بدانا نشتغل مع بعض في رحيم، وبعد كده في لمسه اكتاف وفي الفتوه، وهو منه تدريب وتمثيل مع بعض اتنين في واحد يعني كله باكج على بعض. كابتن ابو النجا شكرا جزيلا ليك، كل سنه وانت طيب مره ثانيه. طيب لو لازم نتكلم على الفنانه القديره استاذ انعام سلوسه، ده لازم الام بقى يعني احكي لي عن المشاهد معاها، خاصه انه حسن في طبعا في هي بتلقائيتها وبروحها الحلوه ودمها الخفيف، لكن في حاجات برضو كانت خارج النص. بالظبط طبعا انا من البدايه لما جينا الدور ده وهو بيكتب للامانه كان ترشيح الاستاذ حسين منباوي من البدايه تقريبا قبل ما يكتب، يعني كان قال الاستاذ هاني قال له انا واحنا بنفكر الاول، كان الاستاذ هاني كاتب التريتمنت قال له الام دي انا عايزها دمها خفيف وبعماله تنكف في الناس وبتاع، قال له عايز اجيب مدام انعام سلوسه، يعني الدور ده وهو من البدايه الاستاذ هاني سرحان كاتبه عشان خاطر مدام انعام سلوسه. فلما جت طبعا انا طبعا لما سمعت الاسم فرحت جدا جدا. اول ما جينا اشتغلنا مع بعض انا طبعا طول الوقت كنت عمال انكف فيها، يعني حتى لو مي كانت معانا لما كنت اقول لها ايه انا عايز شنطه رمضان على فكره اقول لك لي شنطه رمضان ايه انا ما بوزعش شنط، قلت لا 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 فاجي ايه واحنا في التصوير طبعا ساعات يحبوا يرشوا ميه على الارض علشان تعمل انعكاس للاضاءه سواء شمس او ليل فتدي غنى في الصوره ريفلكشن اي بالظبط. فاقول لهم يا جماعه قالوا ايه، اقول لهم بس مدام انعام يا ريت نشفوا الميه دي عشان لو ما نشفتوهاش مش هتصور، تقول انا ما قلتش حاجه هو اللي بيقول انت ما تقولنيش حاجه، طول الوقت كنت انا وهي كده، فحصل بينا زي تناغم كده وحب وطلعت المشاهد زي ما كان حصل. هي في الحقيقه اصلا دمها خفيف جدا بتضحك جدا وتلقائيه. انا عايزه اقول لك احنا كلنا احنا الثلاثه لينا مشاهد معاها هي على فكره عندها ارتجال كتير، هي بتحب الارتجال يعني هي اوكي ملتزمه بس عندها قفلاتها وعندها في النص كده حاجه لازم تعملها بتعرف اضافه كده اداء حتى لو بشكلها بوشها تبص لي اعمل كده عندها حاجه كده انا بموت فيها. ومي لا لا يا ومي ايه فاكره المشهد اللي جيت البيت عندنا وانت معاها مشاهد كتير ومشاهد مشاهد كتير هي حتى الجمل العاديه بتطلع منها مش عاديه يعني بجد بتعرف تعمل لاي جمله طعم. يعني انا اول مشهد صورته معاها حتى كانت بتحكي كده حكايه في المشهد لا هي جميله هي لما تمثلي معاها تتعلمي منها كتير بجد. انا كمان كانت مدام انعام من فتره كانت السيده الفاضله حرم الرئيس كانت مكرمه مجموعه من الفنانين والشخصيات البارزه العامه، انا فرحت وكانت مكرمه مدام انعام سلوسه فانا بشكرها انها فعلا كرمت فنانه كبيره زي دي وانها بتهتم بتكريم رموزنا الفنيه او الثقافيه او الاعلاميه او العلميه. فطبعا انا يعني مدام انعام تستجديره بالتكريم فانا فرحت لما عرفت وبتمنى لها كمان تتكرم اكتر واكتر يعني.
فنانة جميلة، ودايما احنا بنقول واحنا بنتكلم على مسلسل فتوة وغيره من الشغل اللي امتعنا خلال شهر رمضان، انه عندنا نجوم وعندنا فنانين ومصر غنية وعندنا قوتنا الناعمة اللي محتاجين دايما نظهرها ونشتغل عليها اكتر. تشرفتونا ونورتونا وامتعتونا في الشهر الكريم. تسلم ايديكم، كل سنة وانتم طيبين، واللي جاي احلى واحلى كمان ان شاء الله. ان شاء الله مسلسل فعلا بشكل شخصي انا انبسطت بيه. بس انا عايز اقول لكم، انا بقول لكل الزملاء مبروك السنة دي بجد، في شغل كتير قوي 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 قوي، ومبروك لكل الزملاء اللي اشتغلوا تحت الضغط، الاحداث الصحيه اللي احنا كنا بنمر بيها واحداث فيروس كورونا اللي مش عايزه افتكرها اصلا. بجد اللي اشتغلوا السنه دي كلهم ابدعوا، انا شايفه هي توليفه وتركيبه حلوه حصلت الحمد لله. تسلم ايديكم، نورتونا. ميرسي ياسر جلال، مي عمر، نجلاء بدر، شكرا جزيلا ليكم، وكل سنه وانتم طيبين. عيد سعيد، كل سنة وحدكم طيبين وبخير وسعادة دايما يا رب، ولسه سهرتنا مكملة في العيد، وإن شاء الله يا رب دايما كل الخير والسلامة للجميع بإذن الله تعالى.